Signor Presidente. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. Mr. President, this emergency سيدي الرئيس. Meeting of the Security Council لمجلس الأمن يشدد. I'm sorry, I'm hearing my own interpretation. أنا أسمع ترجمتي أو صوت الترجمة هنا. يعتذر السيد ديمستورا. Okay now. هل الأمر على ما يرام الآن يقول الرئيس؟ I start again then. أبدأ مرة أخرى سيدي الرئيس، شكرا. هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن يشدد على فداحة الأحداث التي حدثت في الأيام الأخيرة في سوريا والآثار والتبعات الوخيمة التي تركتها على المدنيين، ويأتي في وقت يتزايد فيه التوتر على المستوى الدولي والذي يتسبب للأطراف الوطنية والإقليمية والدولية في وضع خطير يمكن أن يؤدي إلى احتمال المواجهة. وهذا الاجتماع على هذا اجتماع هام لمجلس الأمن. هناك حاجة ملحة لهذا المجلس أن يجد سبيلا لمواجهة هذا الوضع بوحدة وإصرار. كيف نصل إلى هذا؟ أو كيف وصلنا إلى هذا؟ بعد العنف المدمر والذي ترك على الأقل 1700 من القتلى والجرحى في الغوطة الشرقية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، والعشرات قتلى وجرحى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وانتهى بإخلاء حوالي 1300 شخص بمن فيهم المقاتلين وأفراد عائلاتهم ومدنيين آخرين. وبعد ذلك كان هناك وقف لإطلاق النار هش دام طوال شهر مارس، ولكن منذ 31 من مارس لم تتمكن الأمم المتحدة من الانخراط في المحادثات، بما أن الحكومة السورية لم توافق على وجودنا منذ ذلك التاريخ، وبالرغم من أننا قمنا بجهود لطرح حلول ومقترحات اعتقدنا أنها ستأتي في السياقات اللاحقة، بما في ذلك اقتراح تنشيط فريق العمل بشأن محتجزي أستانا، ولكن هذا المقترح لم يقبل. ومنذ 2 أبريل إخلاء حوالي 4000 من المقاتلين والعائلات والمدنيين الآخرين من دوما إلى شمال سوريا تم تنفيذه، ولكن في 6 أبريل كان هناك تصعيد كبير في العنف، وكانت هناك تقارير بشأن هجمات جوية مستمرة وقصف للدوما وقتل للمدنيين وتدمير للبنى الأساسية المدنية وهجمات تؤثر على أو دمرت مرافقا صحية، وكانت هناك تقارير كذلك عن قصف لمدينة دمشق طبقا للتقارير قتل عددا من المدنيين. جيش الإسلام طلب اشتراكنا في محادثات عاجلة، ولكن لم يكن هناك رد عندما أرسلت هذه الرسالة إلى الطرف الآخر. وفي 7 أبريل في حوالي الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي بدأت تقارير في التواتر بشأن هجوم مزعوم بالأسلحة الكيميائية في دوما، وانتشرت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر ما يبدو وأنه أطفال ورجال ونساء غادروا الحياة، والمنظمات غير الحكومية في الميدان ادعت أنها تلقت المئات من حالات من المدنيين تظهر بهم أعراض تتسق مع التعرض لمواد كيميائية، ونفس هذه المنظمات زعمت أن على الأقل 49 شخصا قتلوا والمئات جرحوا. وأود هنا أن أذكر بما قال الأمين العام أنطونيو غوتيريش، وأقتبس أن الأمم المتحدة ليست في موقف يسمح لها من التحقق من هذه التقارير، ولكنه أوضح بشكل جلي أنه لا يمكن أن يتغافل عن هذه التقارير. وأقتبس مرة أخرى أنه قلق بشكل خاص أن
هناك مزاعم باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان من المدنيين في دوما، وشدد مرة أخرى وأقتبس أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية إن تأكد هو أمر فظيع ويتطلب تحقيقا دقيقا. وهناك عدة دول أشارت أو عبرت عن شكها في أن الحكومة السورية كانت مسؤولة عن هذه الهجمات الكيميائية المزعومة، وأشير كذلك إلى أن هناك دول أخرى وكذلك حكومة سوريا نفسها قد أثارت التساؤلات بشأن مصداقية هذه المزاعم، ووصفت الهجمات أنها اختلاق أو استفزاز. وتعليقي هذا سبب إضافي للقيام بتحقيق مستقل مكثف. ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالت أنها قامت بتحليل مبدئي للتقارير عن استخدام عن زعم استخدام الأسلحة الكيميائية، وقالت أنها بصدد جمع مزيد من المعلومات من كل الموارد المتاحة. وزميلي معكم توماس ماركم والحاضر معكم في مجلس الأمن وهو نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح سيتطرق لهذا الموضوع بشكل أكثر دقة، ولكن أحث مجلس الأمن اتساقا مع ولايته نفسها التي تنص على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وإعمال القانون الدولي أن يتأكد من إنشاء آلية للتحقيق في هذه المزاعم وتحديد المسؤولين عنها أو المسؤولية عنها. بالعودة إلى سرد الأحداث، في منتصف الليل يوم 7 أبريل ساعات بعد الهجوم المزعوم، أخبر جيش الإسلام الأمم المتحدة أنهم وصلوا إلى اتفاق مع الاتحاد الروسي والحكومة السورية. والاتحاد الروسي ووزارة الدفاع في الاتحاد الروسي صرحت أن هذا الاتفاق ينص على وقف إطلاق النار وترك مقاتلي جيش الإسلام سلاحهم وإخلاء دوما. وقال الاتحاد الروسي كذلك أنه حوالي 8000 من مقاتلي جيش الإسلام و40000 من عائلاتهم سيقومون بالإخلاء. وأنا أقدم هذه الإحاطة، نفهم أن إخلاء إضافي في دوما هو جار حاليا، وتلقينا كذلك تقارير عن أن بعض المحتجزين الذين سمعنا عنهم سابقا بدأ إطلاق سراحهم من دوما اليوم. وهناك تقارير أن الاتفاق يوفر للمدنيين الذين يرغبون في البقاء أن يظلوا تحت ضمان الاتحاد الروسي وكفالة الاتحاد الروسي واستئناف الخدمات اتساقا مع اللجان المدنيين محليا. وأحث الحكومة السورية والاتحاد الروسي أن يضمنوا حماية هؤلاء المدنيين حتى يتمكن أكبر عدد من هؤلاء المدنيين أن يبقوا في منازلهم إن اختاروا ذلك، أو يتركوا يغادروا إلى مكان إن اختاروا ذلك، أو يعودوا بموجب القانون الدولي. وأحثهم على أن يكون هناك تركيز فوري على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2401. ما نراه هنا هو تصعيد يجب أن يسبق أي وقف للتصعيد. ويبدو أن مخاطر التصعيد المتزايد موجودة في أماكن فيما عدا غوطة كذلك. وجدنا أو وصلتنا التقارير عن استهداف قاعدة جوية، قاعدة تي فور الجوية صباح هذا اليوم، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الضربات. والولايات المتحدة وفرنسا نفت صراحة أي اشتراك، والاتحاد الروسي وسوريا وإيران اقترحوا أن ربما إسرائيل قامت بهذه الهجمات. وقالت الصحافة السورية أن حوالي 12 شخصا قتلوا في هذا الحادث، إضافة إلى عدد من المستشارين. والأمم المتحدة غير قادرة على التحقق بشيء مستقل أو تحديد المسؤولية عن هذه الهجمات، ولكننا نحث كل الأطراف على إظهار أكبر قدر من ضبط النفس وتفادي أي تصعيد إضافي أو مواجهة. ويقلقنا كذلك
تقلقنا كذلك الديناميات في مناطق أخرى من سوريا، في درعا وفي حمص وفي القلمون وفي حماة وفي إدلب، كلهم عبروا لنا عن مخاوف من أنهم سيواجهون قريبا تصعيدات مشابهة لما رأيناه في الغوطة الشرقية. وعلى هذا نحث هذا المجلس وكافلي عملية أستانا وكل الدول المشتركة في جهود عمان أن تعمل لوقف التصعيد في هذه المناطق وفي أي مكان آخر في سوريا. المؤشرات تشير إلى العكس في الوضع الراهن، وفي الوقت الراهن في عفرين الحكومة التركية قالت أنها يمكن أن تكون لها عمليات إضافية في مناطق أخرى في شمال سوريا إن لم تقم القوات الكردية بالانسحاب من هذه الأماكن. والعمليات العسكرية في هذه المناطق يمكن أن تؤدي إلى توتر دولي، وعلى هذا نحث كل الأطراف المعنية أن تنزع فتيل التوتر وتلتزم بضبط النفس وأن تجد عبر الحوار وسائل لتنفيذ القرار 2401 وأن تحافظ على سيادة سوريا وسلامة أقاليمها. ألقي الضوء كذلك على أننا رأينا في الوقت الأخير، وهذا مأساوي بشكل خاص عندما تنظرون إلى كل الجهود التي نبذلها جميعا أو بذلناها في العام الماضي، رأينا داعش تطلق عمليات جديدة في سوريا، داخل سوريا، في جنوب دمشق وفي ريف دمشق وفي المناطق النائية قرب الحدود العراقية. شكرا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أختم ببعض الخطوط النهائية إن سمحت لي. أولا، المدنيون يدفعون ثمنا باهظا جدا جدا للتصعيد العسكري. لا نرى نزعا لفتيل التوتر ولكن نرى العكس، واليوم أولوياتنا الأولى يجب أن تكون هي حماية المدنيين من الحرب ومن النزاع، من الأسلحة الكيميائية ومن الجوع. نطالب كل الأطراف أن تظهر احتراما للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك إتاحة الوصول الإنساني في سوريا لكل من يحتاجها، ونحث مرة أخرى على الاحترام الصارم للقرار 2401 في كل ربوع سوريا. ثانيا، استمرار المزاعم باستخدام المواد الكيميائية هي أمر يقلقنا بشكل كبير. هذه المزاعم يجب أن يتم التحقيق فيها بشكل مستقل ودقيق، فإن أي استخدام للأسلحة الكيميائية هو أمر محظور تماما ويمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي واتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن 2118، ومنع الإفلات من العقاب وأي استخدام مستقبلي للأسلحة الكيميائية واحترام القانون الدولي يجب أن تكون أولويات قصوى لكل أعضاء هذا المجلس. سيدي، سأقول ذلك ببطء شديد لأنها المرة الأولى خلال عروضي خلال 4 سنوات من الإحاطات أجد نفسي قد وصلت إلى نقطة أعبر فيها عن قلق حقيقي إزاء الأمن الدولي، ليس فقط الأمن الدولي أو الإقليمي أو الوطني أو السوري. سيد الرئيس، السادة الأعضاء الأعزاء، التطورات الأخيرة تحمل معها أكثر من أي مرة سابقة مخاطرا حذر منها الأمين العام مؤخرا في مؤتمر الأمن في ميونخ. الشرق الأوسط يحتوي على 4 خطوط تتقاطع وتتصل ومصالح تتنازعها قوى إقليمية ودولية، والتصعيد يمكن أن يترك تبعات مدمرة للغاية يصعب علينا حتى مجرد تخيلها.
والمجلس لا يمكن أن يسمح بهذا الوضع التصعيد غير المسيطر عليه أن يستمر في سوريا على أي جبهة، ولكنه يجب أن يجد الوحدة فيما بين أعضائه لمواجهة هذه التحديات الحقيقية والتهديدات للأمن الدولي والسلام الدولي في سوريا اليوم. شكرا سيدي الرئيس، وأعتذر لهذا الإيجاز، ولكنني ركزت على قلق واحد محدد، ألا وهو التهديد للسلم والأمن الدوليين بالعلاقة بما نراه اليوم في سوريا، وعلى خطر تكرار الهجمات الكيميائية المزعومة. المرة المقبلة سأتمكن من تقديم إحاطة بشأن المسائل الإنسانية والأوجه الأخرى والعملية السياسية والتي تهمنا جميعا ونركز عليها جميعا، ولكن اليوم هو يوم الأمن، اليوم مكرس للأمن الدولي. شكرا. أشكر السيد ديمستورا على إحاطته والتي كانت ثرية وألقت الضوء على عدد من الأمور، والآن أعطي الكلمة للسيد توماس ماركام. سيدي الرئيس، السادة الموقرين أعضاء مجلس الأمن، شكرا مرة أخرى لهذه الفرصة لأتحدث إليكم اليوم. والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح السيدة إيزومي ناكاميتسو على سفر في مهمة رسمية. سيدي الرئيس، منذ أقل من أسبوع قدمت إحاطة إلى هذا المجلس بشأن مسألة الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، وفي خلال هذه الفترة ظهرت مزاعم مزعجة للغاية وجديدة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية. خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية تواترت التقارير بشأن زعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الدوما في الجمهورية العربية السورية، وطبقا للتقارير التي صدرت بالأمس يزعم أنه على الأقل 49 شخصا قتلوا ومئات آخرين جرحوا في هجوم بالأسلحة الكيميائية، وآخرون أكثر من 500 حالة فردية أظهرت أعراضا تتسق مع مثل هذه الهجمات. ومكتب شؤون نزع السلاح قد كان في تواصل دائم مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن هذا الموضوع، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تقوم على تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية والتي تعتبر سوريا دولة طرف فيها، تجمع المعلومات بشأن هذا الحادث من كل الموارد المتاحة بما في ذلك عبر بعثة تقصي الحقائق التابعة لها، وبعد انتهاء التحقيق ستقدم البعثة تقريرا بشأن ما وجدت عن هذه عن هذا الهجوم المزعوم إلى الدول الأطراف في الاتفاقية. سيدي الرئيس، لا يمكن أن أقول شيئا جديدا اليوم لم أقوله من قبل، فإن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر غير مبرر، وهؤلاء المسؤولون عنه يجب أن يسألوا. وإن كنت قد قلت هذه الكلمات من قبل عدة مرات فهذا لا يقلل من جدية هذه المزاعم ولا الجدية التي ينظر فيها مجلس الأمن إليها، ولا تقلل كذلك من أهمية الحقيقة الماثلة وراء هذه الهجمات. أن ما نراه في سوريا لا يجب أن يمر دون رادع من كل من يثمن العقود التي بذلنا فيها الجهد لمحاولة تحقيق نزع السلاح وعدم الانتشار لأسلحة الدمار الشامل، وبوصفه الهيئة المسؤولة عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فإن المجلس يجب أن يتوحد لمواجهة هذا التهديد، ويجب أن يقوم بمسؤولياته. إن لم يفعل ذلك وإن لم يقم بأي شيء ببساطة، يعني القبول الضمني أن هذا التحدي لا يمكن عبورة، واستخدام الأسلحة الكيميائية لا يمكن أن يصبح وضعا قائما، ولا يمكن أن نستمر في خذلان ضحايا هذه الأسلحة. منذ حوالي عام مضى واستجابة للهجوم على خان شيخون، نادى الأمين العام بمحاسبة المسؤولين وقال أنه لا يمكن أن نسمح بالإفلات من العقاب عن هذه الأعمال البشعة. ومنذ أسبوع مضى عندما كنت أتحدث بالنيابة عن الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح أشرت إلى أن وحدة مجلس الأمن بشأن آلية مخصصة للمساءلة توفر أفضل أساس للنجاح في هذا المسعى، وأكرر هذا المعتقد مرة أخرى، وأكرر استعداد الأمين العام ومكتب شؤون نزع السلاح لتقديم يد العون. شكرا على إصابتكم. أشكر السيد توماس ماركام على إحاطته المفيدة، وأعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الذين يرغبون في الإدلاء ببيانات.
وأبدأ بإعطاء الكلمة لممثل الاتحاد الروسي. Господин председатель, если вы полагаете, что мне доставляет большое удовольствие говорить Шукран, на тему, на которую я сейчас буду говорить, или выступать с пространным заявлением, نتحدث اليوم عن مسألة وإن اعتقدتم أن بياننا سيكون عرضي أنتم مخطئون للأسف вам придется меня послушать. لدي الكثير مما سأقوله اليوم وسأطيل وستضطرون للاستماع إلي. نشكر السيد مكرم والسيد مستورة. الاتحاد الروسي طالب بعقد هذا الاجتماع حول البند حول التهديدات التي تحف بالسلم والأمن الدوليين. نقلق كثيرا أنه في عدد من العواصم وأهمها بواشنطن هناك целенаправленно взяли курс на нагнетание международной напряженности. يحاول أن يشتت الانتباه العالمي بشكل متعمد. فرنسا والمملكة المتحدة هما تابعان للولايات المتحدة بشكل عام. وبالتالي لديهم سياسات ضد الاتحاد الروسي وضد سوريا وهم يطالبون الآخرين بأن يحذوا حظوهم. هناك كثير من الأساليب التي تستخدم لطرح الكثير من المزاعم وابتزازنا وتشويه سمعتنا وسبنا وقذفنا. نحن نهدد بشكل فاضح وصارخ والنبرة المستخدمة تعدت حدود المقبول به. حتى إبان الحرب الباردة لم نرى هذا ولم يقوم أي من الساسة في أوقات الحرب الباردة باستخدام ما استخدمتموه أنتم الآن. الرئيس ورئيس بلادي في عام 2015 قام بمخاطبة الولايات المتحدة والشركاء الغربيين بالتالي وتحدث عن التجارب بالشرق الأوسط، تجارب كلها تهور. قال هل تفهمون تبعات ما قمتم به؟ وعندها لم يتلقى جوابا، ولكن الجواب هو لا تفهمون. ولم تفهموا حينها ولا تفهمون الآن أي شيء. وبالتالي لا توجد استراتيجية واضحة بشأن أي مسألة، وهذا يروعنا. وهذا يبهت كل الحضور وكل العالم، ورغم كل هذا هم لم يطرحوا هذا الأمر. وبالتالي كلما ذهبوا كلما عمت الفوضى، كل شيء يلمسونه يتحول إلى تراب. ما الذي يفعلونه؟ سأطرح سؤالا بلاغيا، هل تفهمون مدى خطورة أفعالكم؟ هل تفهمون أنكم تدفعون بالعالم إلى شفا الهاوية؟ بالنسبة لسوريا، الرعاة الخارجيون يدعمون الإرهاب، وعلى الرغم من هذا يتعرضون الهزيمة، تقومون بتمويل أناس من أجل الإطاحة بحكومة شرعية. والآن الذين استثمروا كل ما لديهم سياسيا وماليا وعسكريا في هذه القوى، قوى الظلام، لديهم الآن رعب وهلع على أنها تمنى بالهزيمة. وبالتالي هناك عملية لرفع الحصار عن الغوطة الشرقية. سكانها لسنوات اضطروا لتحمل تعذيب المقاتلين لهم. أكثر من 150 ألف من المدنيين تم إجلائهم من ضواحي دمشق بشكل طوعي تماما مع توفير كل الظروف الأمنية لهم. العشرات من الآلاف استطاعوا أن يعودوا إلى المناطق المحررة، والكثيرون استطاعوا أن يلتقوا أقربائهم وتم لم الشمل. أما داعم المعارضة السورية فيصيحون هنا وهناك بأكاذيب.
كانت هناك مفاوضات صعبة أجريت مع المقاتلين، والكثيرون منهم قد غادروا المناطق التي كانت تحت سيطرتهم بضمان كامل لسلامتهم. وخلال عملية النقل هذه كان هناك أكثر من محاولة لشن هجمات إرهابية، والإرهابيون حاولوا أن ينسفوا الحافلات بأحزمة ناسفة. وبفضل العفو الرئاسي يستطيع هؤلاء العودة للحياة المدنية، وبالتالي يمكن لهم أن يصبحوا لاحقا أعضاء في القوات الأمنية السورية. نتحدث الآن عن تنفيذ لمبدأ أممي خاص بنزع السلاح والتسليح وإعادة الدمج. ولكن هناك من لم يعجبه هذا التوجه الإيجابي، بلدان غربية تستخدم أي قشة لكي تحافظ على هذه المقاومة، مقاومة من؟ مقاومة إرهابيين، حتى يستمر المقاتلون في ترهيب وترويع المدنيين وفي مصادرة غذائهم، وأن يتوسلوا للمجتمع الدولي لإيصال مساعدات غذائية، ولم يسمحوا المدنيين بالاحتفاظ بالأدوية، وهذا ما رأيناه في تفتيش المعاقل الخاصة بالمقاتلين الذين ذهبوا. ونرى أن الأقبية التي حولت لمستشفيات كانت مليئة بالأدوية، وبالتالي نرى أن ذات شيء لم ينطبق على دمشق والمناطق التي تسيطر على الحكومة. ورأينا أن هناك جثث تم العثور عليها لمدنيين عذبوا قبل قتلهم، وبعض الأنفاق استخدمها الجهاديون، وكانت هناك شاحنات استطاعت التنقل من هنا لهناك بمنتهى الحرية. هذه مرافق تحت الأرض تفاجأنا بوجودها، والبعض كان يعتبر أن تلك المجموعات معتدلة، وفوق الأمر لهم صلات مع جبهة النصرة. جيش الإسلام قد اتبع تعليمات مشغليه واستأنف أمطار المناطق السكنية بدمشق بالقذائف، أبو رومانا وأمياضوف هي ما نتحدث عنه هنا الآن، أمياد. وطبقا للمعلومات الرسمية قتل 8 وقد أصيب 37 من المدنيين. والعواصم الغربية لم تدين خصف مناطق تاريخية بدمشق، وبسبع من نيسان إبريل المقاتلون اتهموا السلطات السورية بإسقاط براميل متفجرة بمواد سمية أو بداخلها مواد سمية، تحدثوا عن مزيج ما بين السارين والكلور أو أحدهما. هذه شائعات تلقتها منظمات غير حكومية متعطشة لمثل هذه الأنباء، تمولها القوى الغربية وهم يختبئون وراء عباءة عملهم كموظفين، عفوا كموظفين طبيين. هذا الطعم التقطته وسائل الإعلام، وتباعا تم تنقله، ولدينا في واقع الأمر عناوين بريد إلكتروني لأعضاء مجلس الأمن، وهذا يبرهن على أن بعض زملائنا هنا بالمجلس تصرفوا بكل تهور بغض النظر عن مكانتهم، قاموا بتسريب معلومات حساسة لمن يدعمونهم. وبسبيل المصادفة الخدات البيضاء قامت بتحميل مقطع للفيديو على الإنترنت يوضح التحضير لكيف الشخص أن يمثل أنه ضحية لهجمة مزعومة من الجيش السوري. وفي عام 2011 بدأت هذه المسرحية الكيميائية، وفي كل مرة نرى حلقة جديدة من هذا المسلسل والتي تزيد وتمعن في الفبركة.
وكل هذا يتم إلقاء اللوم بشأنه على النظام السوري، ولكن لم يطرح أي شخص ما هو السؤال الأساسي، عفوا، هو لماذا تحتاج حكومة دمشق لهذه الهجمات الكيميائية بالأساس؟ لماذا يفترض لروسيا وإيران أن تبرئ نفسها من هذه المزاعم؟ لقد تم إدانتنا دون تحقيق. وبالقرب من دوما وجد موقع لتصنيع المواد الكيميائية الارتجالية، موقع لجيش الإسلام، وفي واقع الأمر كانت هناك معدات خاصة تم العثور عليها من أصل ألماني. هناك شخص قام بوضع مقطع فيديو لهذه الواقعة، وغالبا هناك فرد قد يكون من الخوذة البيضاء يقف بجانب قنبلة يدوية الصنع بها مادة كيميائية وقد استخدمت في مبنى وتحديدا في قبو بدوما، وهذا كله يلام عليه النظام. وبالتالي نرى أنه من غير الطبيعي تسلسل أحداث هذا، نرى أن القنبلة قد أسقطت وفي واقع الأمر وصلت إلى سرير من الخشب ولم تضر به أو بما حولها. كيف نتخيل هذا من ناحية الطب الشرعي الجنائي؟ وبالسابع من إبريل بعد قيام وفد المتحدة بمجلس الأمن بتلقي تعليمات لعقد اجتماع لليوم يوم 2/9 إبريل لعقد مشاورات حول مشروع القرار الأمريكي حول آلية التحقيق في وقائع استخدام الأسلحة الكيميائية، النص به مراجعات كبيرة وتنقيحات، كلها ظروف غامضة تجعلنا نصر على التمعن بشكل محايد وباحترام مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وعلى الرغم من كل استفزاز لقد استمرينا في بذل الجهود لتسوية الوضع في الغوطة الشرقية. بالثامن من إبريل وعقب اتفاق جديد تم التوصل إليه، تم إجلاء مقاتلي جيش الإسلام وهي عملية مستمرة، وعقب تحرير دوما من قبضة المقاتلين متخصص روسي بالحماية الكيميائية والبيولوجية قام بالوصول إلى المنطقة وقام بأخذ عينات من التربة والتي برهنت على أنه لا يوجد إثبات لاستخدام غاز الكلورين أو عامل مؤثر في الأعصاب، ولقد تم إجراء مقابلات مع المحليين حول عدم مقاومة المقاتلين، ولم يؤكد أي من السكان المحليين أن هجمة كيميائية قد وقعت. مستشفى محلي أيضا لم تكن به أي تقارير لمعاناة أشخاص من أعراض استخدام الكلور، وهناك أيضا مرافق خارج دوما. أما بالنسبة للجثث لم نعثر عليها، تلك الجثث التي مفترض أن تكون ملوثة بالمادة الكيميائية، والسكان لا معلومات لديهم حول مناطق دفن هؤلاء. وبالتالي فإن استخدام الكلور والسارين لم يؤكد. ممثل الهلال الأحمر العربي السوري قد أنكروا أنهم أصدروا البيان الذي عمم وكأنه صادر عن الهلال الأحمر السوري حول الضحايا. هناك من سيشوهون سمعة النظام وسيتحدثون ضدي وينقضون تلك النقاط التي أدليت بها التالي.
إن السويد قد قامت بوضع مشروع قرار أو عناصر مشروع قرار لتحقيق بالواقعة. فوق الأمر التحقيق بهذه المسألة لا يحتاج إلى قرار أي من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن سننظر بالأمر. اليوم نقترح أن يتم تنفيذ العناصر الواردة بمشروع القرار هذا، فلنترك المنظمة تعمل وتؤدي ما عليها من خلال الأمانة الفنية. السيد زندوق قال أنهم راغبون وعازمون لمعرفة تفاصيل الأمر بشكل مفصل، فليذهبوا إلى دمشق، والقوات الروسية والسلطات السورية ستمكنهم من السفر إلى تلك المناطق حتى يقفوا على الوضع هناك. وفي واقع الأمر الرئيس ترامب والقادة الآخرين طالبون بالقيام بهذا. أما بالنسبة لإمكانية وقوع هجمة كيميائية، نحن قد حذرنا من هذا، والمركز الروسي للمصالحة قد حذر من هذا، وقلنا أن تسجيل مقطع لهجمة كيميائية يعني أن المعدات قد جلبت إلى هذا الموقع بشكل مسبق، ولقد طالبنا مجلس الأمن بالسابق وحذرناكم. أنتم استمعتم إلى هذه التحذيرات ولكن تعمدتم تجاهلها لأنها لا تتوافق مع الذين يرغبون في الإطاحة بحكومة شرعية. وبالتالي لا ترون أن هناك أسلحة كيميائية تم العثور عليها في عام 2017 في المناطق التي حررت من قبضة المقاتلين في الزهرية وفي حماة. 21 طن في حاويات تم العثور عليها، وكلها ذخائر بها مواد كيميائية سمية. وفي إدلب 24 طن من المواد الكيميائية السمية أو السامة تم العثور عليها، ويعتقدون أنها من الكلور. وعلى بعد 30 كيلومتر من شرق دمشق 240 و 160 من الذخيرة قد تم العثور عليها، وقد تم العثور على أعيرة بها مواد من الفوسفور وبعض مركبات الفوسفور. هناك مجمع صناعي تم العثور على 64 من الذخائر التي بها مواد كيميائية والتي يمكن أن تستخدم لتصنيع مواد سامة. منذ مطلع هذا العام تم الإبلاغ عن 4 حالات لاستخدام المقاتلين لمواد سامة ضد مواقع لقوات الحكومة في سوجا والمشايف. أكثر من 100 من القوات السورية قد أصيبوا وحصلوا على رعاية طبية لازمة، وتم اكتشاف موقع للتصنيع الارتجالي في نفق تحت الأرض لبعض الذخائر الكيميائية اليدوية. هذه قائمة لبعض الأمثلة فقط، وهذا يبرهن على أن المعارضة قد أساءت التصرف، وهذا أمر لا يمكن إصلاحه، وهناك من تم إفادهم لاكتشاف كل هذا، ولكن يبدو أنه لا يوجد رغبة لدى الآخرين القيام بذات الشيء. ويمكن تقديم الأدلة التي ستستعين بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. في واقع الأمر قام الطرف الأمريكي بتدريب أشخاص على الدعاية الكاذبة لأن هناك هجمة كيميائية مزعومة لم تحدث وهي مفبركة بالكامل، وهم يقدمون الملجأ للإرهابيين. هذا النظام تكرهه العواصم الغربية أو بعضها، وبالتالي يسعون لإسقاطه. وقد تحدثوا أمام شاشات التلفاز وتحدثوا عن تكرار لهجمة العام الماضي بالأسلحة الكيميائية. هذا الصباح كانت هناك قذائف ضد مطار التيفور بحمص. وفي واقع الأمر هذه أمور تقلقنا.
وهذا يعد تكرارا لما حدث العام الماضي عندما تم تضخيم وتسليط الضوء على ما جرى في خان شيخون. هناك عمليات عسكرية أمريكية حدثت العام الماضي في التوقيت الذي وقعت به حادثة خان شيخون، وهذا يعني أنهم قد استعدوا بشكل مسبق لمثل هذا الرد على ما جرى. نحن نتحدث عن أحداث إبريل العام الماضي. الهجمة وقعت يوم السابع من إبريل، والقوات الأمريكية كانت في مياه إقليمية بالقرب من قاعدة شربيل، وبالتالي الاستعداد كان قائما قبل أن تقع حادثة خان شيخون. وفي واقع الأمر المدمرة الأمريكية كانت في جنوب شرق صقلية، و المدمرة اقتربت من القاعدة البحرية التي انتقلت منها لاحقا إلى مناطق بجنوب كينيا، وبعد ذلك انطلاقا من هذا الموقع بسابع من إبريل قاموا بقصف مطار شربيل. превышало суммарный боезапас на двух эсминцах, если бы они решали возложенные на них задачи противоракетной обороны. А для этого требовалось всего 48 единиц. Таким образом, 48 وحدة فقط كانت ضرورية لوحدات مضادة الطائرات، وبالتالي то есть с увеличенным постоянным порядком проб и комплектом крылатых ракет. أن معدات استخدمت في الهجمة الأمريكية ضد القواعد العسكرية السورية كانت موجودة بالفعل على المدمرة، وهذا يعني أن واشنطن قد خططت بشكل مسبق لهجمة ضد دمشق. وبالنسبة لتلك الأنباء المفبركة لهجمة كيميائية في دوما، تحاول تشتيت الانتباه عن قضية سكريبال الذي حاولت لندن أن تشتت الانتباه بشأنه، لأنهم قد لامونا نحن، وفي واقع الأمر يحاولون بناء تحالف متماسك ضد روسيا. بريطانيا الآن لن تقوم بتحقيق بشكل محدد ولم يردوا على الأسئلة، وبالتالي هم يغيرون المسارات لمجرد تشتيت الانتباه. بالخامس من إبريل الماضي حذرنا أن محاولة للومنا وللقول أننا لنا يد في واقعة سيلزبري عفواً لها صلة بما يجري في سوريا بالملف الخاص بالاستخدام مزعوم للإسلحة الكيميائية في سوريا، والسيد بوريس جونسون يهاجمنا ويحاول التحلي بالذكاء، يتذاكى علينا، ونقول أن الخبراء قد اعترضوا يوم تسميم سكريبال، اعترضوا أو استطاعوا الحصول على تقارير وردت بالتايمز، والتقارير بها العبارة التالية: رسالة مفادها الطرد قد تم توصيله، وهناك شخصان غادرا بسلام. هذه معلومات استخبارية صادرة عن الاستخبارات البريطانية. أليس من الواضح أن هناك صلة لا يمكن أبدا التشكيك بها؟ لدينا ثلاث أضلاع للمثلث: سوريا، روسيا، وسيلزبري. وأقول لكم، почему бы не предположить, что новичок, который им так полюбился, был доставлен в Солсбери الآن يتحدثون عن نوفيتشوك. النوفيتشوك
وصل إلى سينزبري عبر طرد آت من سوريا، وهذا كله لكي يقومون بتغطية عملهم الإجرامي. وأقول ردا على ملاحظاتكم الخاصة بالصداقة، الصداقة أمر طوعي، لا يمكن لنا أن نجبر شخصا على أن يصبح صديقا لشخص آخر، هذا أمر طوعي وبه عنصر التبادل. نحن لا نسعى لصداقتكم، نحن لن نظرف الدموع إن لم تريدوا أن تصبحوا أصدقائنا، وبالتالي نرغب في علاقات عادية متحضرة، وأنتم ترفضونها بكل عجرفة وتتغاضون عن مجرد الكياسة والمجاملة والذوق. وإن اعتقدتم أن لديكم أصدقاء آخرين فأنتم مضللون. أصدقاؤكم هؤلاء هم مجرد تابعين لا يستطيعوا رفض طلباتكم. نحن لدينا أصدقاء ولكن ليس لدينا أعداء. نحن لا نرى العالم من خلال تلك الزاوية ومن هذا المنظور. نحن دائما نمد يد التعاون، ويجب أن يكون هذا التعاون تعاونا لحل مشكلات واقعية وليس مشكلات نخترعها نحن أو آخرون. نحن أعضاء دائمون بمجلس الأمن، وبالتالي نتحمل مسؤولية أساسية لصون السلم والأمن الدوليين، وبالتالي نحن قد قلنا للولايات المتحدة أن القوات المسلحة الخاصة بنا لها وجود شرعي بناء على طلب الحكومة الشرعية والتي تحاول وقف تبعات هذه الحرب الأليمة، ونطالب الزملاء أن يتدبروا في ما يطرحونه من مزاعم وتهديدات، وأن هذا يهدد سلم الأمن الدوليين. إذا نظرنا إلى العراق وليبيا ويوغوسلافيا نرى أن القوى الغربية وتدخلها لم يأتي بخير أبدا. نحن لسنا القضاء والمحققين والشرطة كل هذا في ذات الوقت، لا، يجب الالتزام بالقانون الدولي ويجب أن نتعامل مع المشكلات الحقيقية بدلا من محاولة تحقيق مكاسب سياسية جغرافية ضيقة لكل منكم، ويجب أن نعمل بشكل بناء، ونحن مستعدون للمشاركة في هذا التعاون. ختاما سيدي الرئيس، انتهز الفرصة لكي أطلب إحاطة مفتوحة لمجلس الأمن حول نتائج بعثة التقييم في الرقة، ونحن نرى أن أعضاء البعثة يحاولون تشتيت الانتباه، وهذا نتيجة لأفعالهم بسوريا، وهذا لجعل الرقة تدك من خلال القصف، ونحن سنستمر في تركيزنا على هذا الأمر دون أي تشتيت الانتباه. أشكر ممثل الاتحاد الروسي على بيانه، والآن أعطي الكلمة لممثل هولندا. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. اسمحوا لي كذلك أن أقدم الشكر للمبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا ونائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح توماس ماركرام على إحاطتيهما منذ 5 أيام فقط سيدي الرئيس. هنا في هذا المجلس أحيينا ذكرى الهجوم بغزة السرين على خان شيخون في هذا المجلس، ومنذ 3 أيام تم هجوم آخر مدمر في مدينة دوما، موقعا 45 من المدنيين ضحايا و500 يعانون من تبعات هذا الهجوم.
حلقة جديدة في سلسلة من الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، وهذا غير مقبول. مملكة هولندا هي أحد 9 أعضاء في مجلس الأمن طلبوا هذا الاجتماع العاجل، لأننا شعرنا بالحاجة الملحة لمعالجة هذه الهجمة البشعة الجديدة. نشعر بالحاجة لإعادة التأكيد على حظر استخدام الأسلحة الكيميائية لوقف هذه المأساة في الغوطة الشرقية وفي مدينة دوما. سيدي الرئيس، كنا سنلتقي مرتين اليوم لأن عضوا واحدا دائما في هذا المجلس كان يبدو أنه يود أن يعيق التركيز على المسألة التي بين أيدينا، ألا وهي الهجوم الكيميائي في دوما، ويبدو أنه يفضل مجتمعا دوليا يقف ويتفرج فقط بينما يغطي هو جرائم حليفه النظام السوري. هذه جرائم تصل إلى مستوى جرائم الحرب الخطيرة، وهذا المجلس لا يجب أن يقف مكتوفا أمامها، وإنه آن الأوان لهذا المجلس أن يعمل. وهناك مسارات 3: الإدانة والحماية والمساءلة. نقطتي الأولى سيدي الرئيس هي أن هذا المجلس اليوم يجب أن يندد بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيميائية، فالقانون الدولي قد سحق بالأقدام، والصمت والإفلات من العقاب ليست خيارا، ولكن الإدانة وحدها لا تكفي. سيدي الرئيس، هذا يأتي بي لنقطتي الثانية. يجب أن نقوم بمسؤوليتنا في الحماية، حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية قصوى، وننادي ضامني عملية أستانا أن يستخدموا نفوذهم لمنع أي هجمات أخرى ووقف العداءات وخفض التصعيد بموجب قرار مجلس الأمن 2401. وقف فوري لإطلاق النار في الدوما أمر ضروري حتى تتمكن المساعدة والعمال الإغاثة الإنسانية من الوصول لهجمات هذا الهجوم، ويجب على عمال الإغاثة أن يستطيعوا استكمال عملهم المنقذ للأرواح. ندين بذلك للرجال والنساء والأطفال في دوما في سوريا ولكل مواطنين كذلك. مملكة هولندا تذكر أن غالبية أعضاء الأمم المتحدة تعتمد على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أن لا يستخدموا حق النقد في حال وقوع جرائم بشعة، ويجب أن نعتمد على مجلس الأمن في حفظ القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وأن نعمل للحفاظ على القانون الدولي وحمايته من أن يسحق بالأقدام. هذا يأتي بي للنقطة الثالثة. كل أعضاء هذا المجلس يشددون على أهمية المساءلة لمرتكبي جرائم الهجوم بالأسلحة الكيميائية. كل الأعضاء في هذا المجلس شددوا بشكل دوري على أهمية المساءلة في مسألة السلاح الكيميائي، ولكن بالرغم من ذلك فهذا المجلس لم يتمكن من المضي قدما على هذه المسألة لعدة أشهر نظرا لاستخدام عضو دائم لحق النقد. لم يتمكن هذا المجلس من علاج هذه الأزمة لأن عضوا واحدا دائما هو طرف مباشر في هذا النزاع، وقد أثبت أنه سيحمي ويدافع عن النظام السوري بأي ثمن. يجب أن نكثف من جهودنا لتحقيق وإنشاء آلية يمكن أن تستكمل العمل الدقيق الذي كانت تقوم به آلية التحقيق المشتركة وتقوم بالتحقيق وتحديد المسؤولين بشكل مستقل عن السياسات في هذا المجلس. آلية التحقيق المشتركة حددت أن النظام وأطراف أخرى غير منتمية لدول هي المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وقلت في الأسبوع الماضي أن وقف عمل آلية التحقيق المشتركة لا يمكن أن يكون نهاية المطاف، خاصة لأننا منذ أن توقفت هذه الآلية تلقينا تقارير أن النظام قام بعلى الأقل 6 هجمات إضافية أخرى بالأسلحة الكيميائية. أما لهؤلاء الذين يقولون أن هذه أخبار مختلقة، يجب إذن أن تسمحوا بآلية للتحقيق والمساءلة على المستوى الدولي للتحقق من ذلك. لا يجب أن ننسى أن الأمم المتحدة أكبر من هذا المجلس. لدينا قيادة قوية على رأس منظمة الأمم المتحدة، ولدينا جمعية عامة قوية، وكل هذه الهيئات يجب أن تنظر في كل الوسائل والسكوك لتحقيق المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وعملهم في ذلك يجب أن يبنى على
العمل الذي قامت به بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وآلية التحقيق المشتركة. نرحب بالتحقيق الفوري في الأحداث التي جرت في الدوما في عطلة نهاية الأسبوع، وعلى هذا يجب أن تحظى بعثة تقصي الحقائق بكامل التعاون من كل الأطراف. ونود أن نؤكد مرة أخرى كذلك على دعمنا الكامل لما يلي: الآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، لجنة التحقيق، والشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب والتي أطلقتها فرنسا، وكذلك إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية كأفضل السبل وأكثرها ملائمة لتحقيق المساءلة والعدالة. ختاما سيدي الرئيس، هذا المجلس يجب أن يعمل. التحقيق الذي تقوم به بعثة تقصي الحقائق من التابعة لبعثة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن ينتهي بأسرع ما يمكن. لا يمكن أن نسمح بالإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية. إن لم نقم بذلك فإن ذلك يعتبر بمثابة غض الطرف عن هذه الهجمات البشعة، ويعتبر كذلك فشلا في إعمال مسؤوليتنا للحماية، ويعتبر تقويدا للهيكل الدولي الذي وضعناه معا لوقف هذه الهجمات. آن الأوان لهذا المجلس وللمجتمع الدولي أن يفعلوا شيئا. شكرا سيدي الرئيس. أشكر ممثل هولندا على بيانه. أعطي الكلمة الآن لممثلة الولايات المتحدة الأمريكية. Thank you, Mr. President. شكرا سيدي الرئيس. Thank you, Mr. Di Mastura. شكرا للسيد دي مستورا والسيد ماركرام على إحاطتيكما. تقريبا منذ عام بالتحديد وقفت هنا في هذا المجلس وأمسكت وأريتكم صورا لأطفال سوريين قتلى، وبعد هذا اليوم صليت ألا أمر بهذه التجربة مرة أخرى. هناك صور بشعة حقيقية حقيقة، وكلنا عملنا بشكل دؤوب حتى لا نرى مرة أخرى صورا لأطفال رضع قتلهم الغاز في سوريا، ولكن يبدو هذا أن هذا اليوم الذي صلينا ألا يعود عاد مرة أخرى، واستخدمت مرة أخرى الأسلحة الكيميائية في سوريا ضد النساء والرجال والأطفال، ومرة أخرى مجلس الأمن يجتمع للرد على ذلك، وهذه المرة لن أمسك بصور للضحايا. يمكن أن أقوم بذلك، فهناك صور كثيرة وكلها بشعة، بل هناك أبشع من ذلك. هناك مقاطع فيديو يذكروننا بما لا يجب أبدا أن يراه أحد. أتذكر صورا لأطفال رضع قتلوا جنب بجانب أمهاتهم، وأطفال ونساء ورجال من المدنيين كلهم قتلوا، وهناك صور لقتلى مفتوحي الأعين بينما تزبد أفواههم، وأطفال لم يكونوا جنودا وأشخاص لم يكونوا مسلحين، أشخاص وبشر هم التعريف نفسه للبراءة وعدم التهديد. أطفال ونساء يختبئون في الأقبية من هجمات بشار الأسد، عائلات كانت تختبئ تحت الأرض للهروب من الأسلحة والقنابل التقليدية والقصف التقليدي، ولكن الأقبية التي اعتقدت العائلات السورية أنها ستحميها من القصف والقنابل كانت أسوأ مكان يمكن اختياره للحماية من هجمة كيميائية. ويوم السبت مساء فإن أقبية الدوما أصبحت مقابر. من المستحيل أن نعلم بالتحديد عدد القتلى، لأن الوصول إلى دوما تم قطعه من قبل قوات الأسد، ولكن العشرات قتلوا حتى الآن والمئات قد جرحوا. ويمكن أن أريكم صورا للناجين، أطفالا بالتهاب في الأعين ويحاولون التنفس ويختنقون. يمكن كذلك أن أريكم صورا للمستجيبين الأوائل يحاولون أن يغسلون هذه المواد الكيميائية من الناجين ومساعدة الأطفال على التنفس. المستجيبون الأوائل الذين ينتقلون من غرفة إلى غرفة بينما العائلات مستلقية على الأرض، الرضع والنساء والأطفال قتلى. يمكن أن أريكم صورا للمستشفيات تلقت هجمات بالأسلحة الكيميائية وبالقنابل البراميل المتفجرة، وهجمت مرة بعد الأخرى، مما عظم من عدد الضحايا من المدنيين. مراكز الحماية المدنية هجمت كذلك لتعطيل وعرقلة
الاستجابة الطبية وزيادة معاناة الناجين. من يقوم بمثل هذه الأعمال؟ فقط وحش يمكن أن يقوم، الوحوش فقط هي التي تقوم بذلك، هي التي تستهدف المدنيين وتحاول بعد ذلك أن تمنع عربات الإسعاف من الوصول إلى الضحايا وإنقاذ الأرواح. ليست هناك أطباء، حتى لا يكون هناك أطباء أو مسعفين. يمكن أن أريكم صورا لكل هذا القتل والمعاناة أمام هذا المجلس، ولكن ما هو الداعي؟ فإن الوحش المسؤول عن هذه الهجمات ليس له ضمير، ولن تصدمه حتى صور الأطفال القتلى. ونظام الروسي الذي لطخت يداه بدماء الأطفال السوريين لن يشعر بالخزي أمام هذه الصور. جربنا ذلك سابقا، ولا يجب أبدا أن نغفل دور روسيا في السماح بهذا القتل والتدمير من قبل نظام الأسد. روسيا وإيران لهم مستشارون عسكريون في القواعد العسكرية والجوية ومراكز العمليات، ويحاولون في الميدان مساعدة النظام على تجويع وحصار مدنيين. عندما يقوم العسكريون السوريون بقصف المدنيين فإنهم يستخدمون المعدات التي تقدمها روسيا. روسيا يمكن أن توقف هذا إن أرادت، ولكنها تقف بجانب نظام الأسد وتؤيده دون أي تردد. ما هو الداعي إذن لمحاولة إخجال هؤلاء؟ ففي نهاية المطاف ليست هناك حكومة متحضرة واحدة يمكن أن تود أن يكون لها أي علاقة بما يقوم به نظام الأسد. روسيا تنفق الموارد لدعم الأسد، وهذا المجلس والذي رأى هذه الصور في العام الماضي فشل في اتخاذ أي إجراء، لأن روسيا وقفت في طريقه كل مرة حاول فيها. لمدة عام سمحنا لروسيا أن تأخذ أرواح الضحايا كرهينة في أيديها، وسمحنا لروسيا أن تضعف من مصداقية الأمم المتحدة. أدنى الأسلحة الكيميائية في مجلس الأمن بمنتهى السرعة، ولكن بعد ذلك تمنع روسيا أي عمل، واستخدمت حق النقد أمام 6 قرارات في هذا الموضوع فقط لمحاولة إنقاذ الأسد، وتستمر الحياة كما هي. المجلس أنشأ آلية التحقيق المشتركة ووجدت أن النظام السوري مسؤول عن الهجمة التي طالت خان شيخون في العام الماضي، ولأن روسيا دعمت الأسد وأعماله قتلت روسيا هذه الآلية، ونحن أدنا ذلك بعدها، ولكن الحياة استمرت كما هي. ضغطنا من أجل وقف لإطلاق النار، واتفق ووافق المجلس بالإجماع، ولكن ذلك تم تجاهله من روسيا ومن الأسد. أدنى، ولكن الحياة استمرت كما هي. والآن ها نحن أمام تبعات إعطاء روسيا تصريح باسم الوحدة، وحدة أظهرت روسيا أكثر من مرة من قبل أنها لا ترغب فيها. ها نحن الآن في عالم يصبح استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا عاديا، من مطار في إندونيسيا إلى قرية في إنجلترا إلى المدن في سوريا. ومنذ استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون منذ عام، كانت هناك تقارير عن استخدام هذه الأسلحة عشرات المرات، وهذا المجلس لا يفعل شيئا. ما هو أمامنا اليوم ليس أمرا بين الولايات المتحدة وروسيا، ولكنه عن استخدام الغازات الكيميائية بشكل غير إنساني ضد المدنيين. وكل أمة وكل دولة هنا في المجلس سجل عليها في الماضي أنها تعارض الأسلحة الكيميائية. لا يمكن أبدا أن نقدم مبررات عن فشلنا في اتخاذ إجراء، ويجب أن يكون هناك قرار يطلب الدخول دون عوائق إلى الناس في دوما. فالأسد يقوم بكل ما بوسعه حتى يتأكد من تعاظم المعاناة في دوما، والأولوية القصوى يجب أن تكون أن نساعد الجائعين والمرضى الذين تركوا خلف الرقب. يجب أن ننادي هذا المجلس أن يشرع فورا في تأسيس
تأسيس آلية مستقلة ومحايدة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بما فيها الهجوم هذا الأسبوع، ونتمنى أن ينضم إلينا الزملاء في هذا المجلس كما فعلوا من قبل. هذا هو أقل القليل الذي يمكن أن نقوم به ردا على الهجوم الذي رأيناه، وإعاقة روسيا لا يمكن أن ترتهن أعمالنا عندما خاصة عندما يكون هناك هجوم مثل الذي نرى. نحن عازمون على أن نتعرف ونحدد الوحش الذي قام بهذا الهجوم وأن نخضعه للمساءلة والمحاسبة. فهناك اجتماعات حالية وهناك قرارات ستتخذ، فنحن على حافة خطر كبير، الاستخدام الشرير للأسلحة الكيميائية التي كان في الماضي يوحد العالم على حافة أن يصبح أمرا اعتياديا جديدا. وعلى هذا فإن المجتمع الدولي لا يجب أبدا أن يترك ذلك يحدث. نحن تعدينا مرحلة إظهار صور للرضع والأطفال القتلى، وصلنا إلى نقطة يجب أن نرى فيها العدالة، فإن التاريخ سيسجل هذه اللحظة كلحظة قام فيها مجلس الأمن إما بأداء مسؤولياته وواجباته أو أظهر فشله الكامل في حماية شعب سوريا. وعلى أي حال فإن الولايات المتحدة هي سترد. شكرا. أشكر ممثلة الولايات المتحدة على بيانها، والآن أعطي الكلمة لممثل فرنسا. Monsieur le Président, je remercie la présidence péruvienne pour la tenue de cette réunion d'urgence. رئاسة بيرو على عقد هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن. Avec huit autres États membres de ce conseil. وقد دعت فرنسا إلى عقد هذا الاجتماع مع 8 دول أخرى أعضاء في المجلس. أود أن أشكر المبعوث الخاص السيد ديمستورا و السيد توماس ماركرام نائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح على الإحاطات القيمة والمهمة. سيدي الرئيس، dans la vie des nations où l'essentiel est en jeu, la vie ou la mort, la paix ou la guerre. في بعض الأحيان يتعلق الأمر بحياة أو موت، سلام أو حرب، التحضر أو الهمجية، النظام الدولي أو الفوضى، وهذا هو ما نشهده اليوم. بعد الحوادث الكيميائية الأليمة التي شهدناها يوم السبت في دوما، نحن على وعي أننا شهدنا حادثتي كيميائيتين في دوما في 7 أبريل/نيسان، وقد وصل عدد القتلى إلى 50 قتيل بما في ذلك بعض الأطفال، ووصل عدد الجرحى إلى 1000 جريح، وسيتزايد عدد الجرحى والقتلى، فبعض المناطق لا يمكن أن تصل إليها المساعدات الإنسانية. مرة أخرى المواد السامة تم إسقاطها لخنق المدنيين، لترويع المدنيين. لقد وصلت هذه المواد إلى مخابئ المدنيين. غاز الكلور هو غاز ثقيل قادر على أن يصل إلى المخابئ، ولهذا السبب يتم استخدام هذا الغاز بالذات. هذا هو مستوى الهلع الذي نشهده في سوريا، وهذا بعد حادث خان شيخون الذي أودى بحياة 80 قتيلا. ما نراه في الصور والفيديوهات المنتشرة خلال الساعات القليلة الماضية ومنذ حادثة 7 أبريل، هذه كلها الصور نعرفها، الأطفال والنساء يختنقون نظرا لتعرضهم لغاز الكلور، ولكننا نرى كذلك الكثير من الأشخاص يعانون من التشنجات والرغوة في الفم واحتراق العينين، كلها أعراض تشير إلى التعرض لمادة كيميائية ممزوجة بالكلور لزيادة الأثر المميت. كما قلت، أكثر من 1000 شخص قد تعرضوا إلى هذه المادة الكيميائية السامة. Les rapports successifs du mécanisme d'enquête conjoint, le GIM, font qu'il n'existe aucun doute. إن تقارير آلية التحقيق المشتركة تشير إلى أنه ما من شك
في هوية مرتكب هذه الحوادث. الجيش السوري هو الذي يمتلك الخبرة لتطوير هذه المواد الكيميائية المعقدة ذات الأثر الفتاك، وفقط القوات المسلحة السورية لديها مصلحة عسكرية لاستخدام هذه المواد. تم الاستخدام في دوما، وهي منطقة قد تعرضت لقصف مستمر من الجيش السوري لعدد من الأسابيع. استخدام هذا السلاح إذن يمكن من تحقيق تقدم تكتيكي سريع أكثر من استخدام الأسلحة التقليدية، ونحن على وعي أن النظام السوري هو المسؤول على استخدام غاز الكلور والسارين كأسلحة كيميائية، وهذا وفقا لتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. للأسف مرة أخرى تتوفر الأدلة التي تشير إلى أن النظام يستخدم الأسلحة الكيميائية في استراتيجية الترويع. لقد شهدنا ذلك بالفعل من قبل. النظام على الأقل يتواطأ. النظام السوري يشجع على تأكيد التوتر في المناطق التي يود الاستيلاء عليها. وإذا رفض المدنيون الفرار أو المغادرة فيتعرضون للتهديدات الكيميائية. فلنكن واضحين، هؤلاء الأطفال يتم استهدافهم بشكل متعمد، فهم لا يقع ضحايا بمحض الصدفة، بل تم التخطيط لذلك. إذن النظام السوري يقوم بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. سيدي الرئيس، إن القصف الذي نشهد هو العمليات العسكرية التي يقوم بها النظام والحلفاء الروس والإيرانيين. يعكس السباق العسكري الذي تم الخوض فيه دون الاهتمام بالخسائر البشرية. إننا نرى هذا النظام، نظام ماكيافيلي، على طراز ماكيافيلي الذي يسعى إلى تدمير الشعب بالكامل. والإيرانيون والروس يقدمون الدعم لذلك. إن القوات الروسية متواجدة في الغوطة الشرقية جوا وبرا. في 7 أبريل/نيسان شهدنا الحادثة الكيميائية الثانية في دوما، والطائرات الروسية كانت تشارك في عملية جوية في منطقة دمشق. الدعم العسكري الإيراني والروسي متواجد على الأرض وعلى جميع الأصعدة. لا تقلع أي طائرة سورية دون إخبار الجانب الروسي. إذن توافق روسيا على ذلك في جميع الأحيان. كل هذه الحوادث مقلقة إلى أقصى الدرجات فيما يتعلق بأمننا الجماعي. سيدي الرئيس، إننا نخاطر بالكثير. إن تطبيع استخدام الأسلحة الكيميائية الذي ينسب إلى نظام قد خرج عن السيطرة، نظام يستخدم المواد الكيميائية دون أن يخضع للمساءلة، وذلك بدعم دول منها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن. لقد فشلت هذه الدولة في تنفيذ القرار 2118 التي شاركت في تقديمه، ومسؤولية روسيا في المأساة المستمرة في سوريا أمر غير مقبول. ولذلك نتوجه إلى روسيا بطلبين: أولا، وقف العمل العدائية ووقف إطلاق النار بموجب القرار 2401. اليوم لم يتم الالتزام بهذا القرار من قبل النظام
السوري. إننا نندد بعدم إمكانية تطبيق هذا القرار الذي تم اعتماده بالإجماع. هذا القرار يشير إلى وقف الأعمال العدائية وكذلك تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة. المطلب الثاني إنشاء آلية تحقيق جديدة تتمكن من توثيق جميع العوامل المحيطة بحادثة دوما، وكذلك آلية تسمح بخضوع الجناة للمساءلة. إن استخدام روسيا لحق الفيتو قد أدى إلى إنهاء آلية التحقيق المشتركة، ونحن ندعم أي مبادرة لسد هذه الثغرة، ولذلك نحن ملتزمون للدخول في شراكة لمكافحة الإفلات من العقاب بعد استخدام الأسلحة الكيميائية، وندعم القرار الذي تتقدم به الولايات المتحدة اليوم. سيدي الرئيس، بعد هذا الحادث نرى أن النظام السوري يختبر عزم المجتمع الدولي لاحترام حظر الأسلحة الكيميائية. لا بد للنظام السوري أن يفهم أننا لن نقبل إطلاقا استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. كل من ينتهك هذه القاعدة الرئيسية يجب أن يخضع للمساءلة ويجب أن يتحملوا تبعات أفعالهم. نظام الأسد ينبغي أن يستمع إلى هذه الاستجابة الدولية، وفرنسا مستعدة لأن تلعب بدورها بالمشاركة مع الآخرين. نحن نعلم أن الحل السياسي الشامل هو الذي سوف ينهي هذه الحرب التي استمرت لسبعة سنوات والذي أودت بحياة الآلاف. هذه الحرب التي أكبرت الملايين على الفرار، ونحن ملتزمون أن نتعاون مع المبعوث الخاص بإنهاء هذه الحرب. ولكن على ضوء هذه الحوادث الأخيرة لا يمكننا أن نكرر فقط الكلمات والأقوال دون أن تتبعها أفعال. ولذلك أؤكد هنا مرة أخرى، وكما قال الرئيس ماكرون في عدد من المناسبات، أن فرنسا سوف تتحمل مسؤوليتها كاملة لمكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية، وفرنسا ستكون واضحة. سوف نلتزم بتعهداتنا وسنحول أقوالنا إلى أفعال. أشكر ممثل فرنسا على بيانه، وأعطي الكلمة الآن إلى ممثل المملكة المتحدة. Thank you, Mr. President. شكرا سيدي الرئيس. أود أن أشكر المبعوث الخاص ونائب الممثل السامي للشؤون نزع السلاح على إحاطتيهما، وأشكر جميع الفرق الأممية على الأرض على العمل الصعب الذي يقومون به في سوريا. كما قال المبعوث الخاص ستيفان دي مستورا، هذه الجلسة جلسة مهمة جدا لمجلس الأمن. نحن نشعر بالسخط على غرار الدول الأخرى على ضوء ما حدث في دوما. من المخيف أن نفكر في المدنيين الذين يختبئون تحت الأرض والذين يصل إليهم غاز يقتلهم. هذه ليست المرة الأولى التي نناقش فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، وهذا أمر مخيف لابد أن نقوله بوضوح. الأسلحة الكيميائية أصبحت أسلحة تقليدية بالنسبة لسوريا، وكدولة دائمة العضوية نعتقد أننا نضلع بمسؤولية خاصة لنحافظ على حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل في جميع أنحاء العالم. نحن نؤيد ما تقدم به مندوب هولندا حيث قال أن الدول دائمة العضوية تتحمل مسؤولية خاصة. أعتقد أن أربعة أعضاء دائمة العضوية يؤمنون بذلك، ولكن دولة واحدة دائمة العضوية لا تتفق معنا. المندوب الروسي قد أشار إلى الحرب الباردة. هذه ليست الحرب الباردة سيدي الرئيس. في الحرب الباردة لم يتم انتهاك الحظر العالمي لأسلحة الدمار الشامل. سيدي الرئيس المبعوث الخاص قد أشار إلى خطر التصعيد
وإلى تهديد يسلم الأمن الدوليين بشكل عام. نحن نتفق مع هذه المخاوف، ولكن الحكومة السورية وروسيا وإيران هم الذين يطيلون أمد القتال، وهم الذين يخاطرون باستقرار المنطقة واستقرار العالم. هنا لدينا أسئلة متعلقة بما حدث في قاعدة السياسة الجوية. سيدي الرئيس، المندوب الروسي قد قال لنا ينبغي أن نقدم إثباتات على أن هذا الهجوم هو هجوم كيميائي على يد الحكومة السورية، وسأقول له لماذا. بين 2014 و2016 تم تحديد 6 استخدامات للأسلحة الكيميائية من قبل آليات التحقيق المشتركة. 2 ينتسبان لداعش، 3 تنتسب للحكومة السورية، لاستخدام غاز الكلور، ومرة استخدم النظام السوري غاز السارين. وذلك أدى إلى الهجوم على الشعيرات الذي ندعمهم. وقد شهدنا ذلك طائرات مروحية طراز M8 كانت تحلق فوق مناطق الحوادث. لقد استمعت بعناية سيدي الرئيس إلى ما تقدم به مندوب روسيا، وكما قلت نحن في المملكة المتحدة نعتقد أن النظام السوري مسؤول عن هذه الحوادث الأخيرة، ولكن هناك سبيل لتسوية هذه المسألة ولحسمها، ألا وهو أن يكون لدينا بعثة تقصي حقائق مستقلة تتبعها تحقيقات مستقلة. كما نعلم بعثة تقصي الحقائق هناك تحدد ما إذا كان قد تم استخدام أسلحة كيميائية أم لا، وإذا تم استخدام الأسلحة الكيميائية ما نوعها، ولكن من خلال التحقيق وحده سيدي الرئيس يمكن أن نحدد هوية مرتكبي هذه الحوادث. لقد قال المندوب الروسي أن بعثة تقصي الحقائق التي التابعة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمكن أن تزور المنطقة وسوف تقدم لها القوات الروسية الحماية. أعتقد أن هذا عرض جيد وينبغي أن نقبله، ينبغي أن نضمن حرية الحركة بالنسبة لممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن هذا لا يحل أو لا يجيب عن السؤال من قام بهذه الحوادث. ولذلك نؤيد ما تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية مشروع القرار، ونحن نعتقد أنه ما من سبب لعدم تلبية نداء هذا المجلس لإنشاء بعثة أو آلية التحقيق مشتركة. وكما قلت سلفا سيدي الرئيس، نحن لا نخفي شيئا، ولكن يبدو أن سوريا وروسيا وإيران يتخوفون من شيء ما. سيدي الرئيس، لقد أشار المندوب الروسي إلى بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، وأود أن أقول له أن مسؤولية الأعمال المروعة في سوريا تقع على عاتق سوريا وروسيا وإيران. استخدام الأسلحة الكيميائية هو أمر مروع للغاية. ما تحاوله روسيا هو أن تبعد المناقش هنا في المجلس عن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحوله إلى نزاع بين الشرق والغرب، وتتصرف كأنها الضحية. لا يمكن التلاعب بهذه الأمور سيدي الرئيس. إذا كنا نواجه استخدام الأسلحة الكيميائية، إننا لا نصدق دموع التماسيح التي تطرفها روسيا. لابد أن نضمن عمل الأمم المتحدة، ولابد من تخفيف الأثر على المدنيين. تخشى روسيا من نسب المسؤولية، ولكن يمكننا حسم هذه المسألة، حيث أن روسيا يمكن أن تنضم إلينا لإنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد الجناح. وهنا أكرر مرة أخرى، أكرر المطلبين الذي تقدم بهما مندوب فرنسا.
سيدي الرئيس، لم أكن أنوي أن أتطرق إلى قضية سكروبل في سالزبوري، ولكن مندوب روسيا قد قام بذلك، ولذلك سأقوم أنا كذلك بذلك. لقد تحدث عن أوجه تشابه بين سالزبوري وسوريا. لابد أن أشير إلى أن القضيتين مختلفتين تماما كالآتي. يتم الآن التحقيق في قضية سالزبوري، ولكن كما نعرف سيدي الرئيس، ما من تحقيق إطلاقا يتم في سوريا. الحكومة البريطانية في سالزبوري تسعى إلى حماية رعاياها، وهذا واجب علينا. والعكس من ذلك، الحكومة السورية وكما سمعنا اليوم تشن هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية. ولكن أوجه التشابه بين الحادثتين هو أن روسيا ترفض أن تطلع بمسؤوليتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأن تتخذ الخطوات لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية. سيدي الرئيس، نحن لا نود أن نهمش روسيا، بل روسيا تهمش نفسها حين لا تنضم إلى باقي أعضاء المجلس لمعالجة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا. لقد ذكر المندوب الروسي أصدقاء الولايات المتحدة. سيدي الرئيس، حكومتنا وشعبنا فخورون بأننا أصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية. نحن ندعم كل أعضاء المجلس الذين يسعون إلى حل مشكلة الأسلحة الكيميائية، والذين يسعون إلى إنشاء آلية تحقيق مشتركة ولبدء التحقيقات لحسم هذه المسألة. وشكرا سيدي الرئيس. أشكر ممثلة المملكة المتحدة على بيانها، وأعطي الكلمة الآن لممثل الصين. سيدي الرئيس، الصين تود أن تشكر المبعوث الخاص لسورة ونائب الممثل الصيني على الإحاطات، ونحن سجلنا التقارير بزعم إطلاق هجمات كيميائية جديدة في سوريا، والتي تسببت في وقوع عدد من الضحايا، وذلك يقلقنا للغاية. موقف الصين بشأن الأسلحة الكيميائية ثابت وواضح. نحن نناهض بقوة استخدام الأسلحة الكيميائية من أي دولة أو منظمة أو فرد، بغض النظر عن الظروف. أي استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان لا يمكن أن يسمح به أبدا، ونحن نؤيد تحقيق مستقل وموضوعي ومحايد في هذه المزاعم، حتى نصل إلى استنتاجات مبنية على دلائل ملموسة وتستند إلى الحقائق، حتى نحاسب المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة. سيدي الرئيس، إن أسئلة الأسلحة الكيميائية في سوريا مرتبط بشكل كبير مع التسوية السياسية للمسألة السورية، ونحن نؤيد مجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتحثهما على لعب دور هام في محاولة علاج مسألة الأسلحة الكيميائية في سوريا، ونتمنى من الأطراف المعنية أن تتبنى نهجا بناء، وأن تبحث عن التسوية السلمية وإيجاد الحقيقة بعيدا عن تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية. الحفاظ على وحدة مجلس الأمن والتعاون مع كل جهود الأطراف المعنية يجب أن يتم للنهوض بالعملية السياسية في سوريا. النزاع السوري بدأ عامه الثامن، وترك بعد أن ترك أثارا وخيمة على الشعب السوري، والتسوية السياسية هي المخرج الوحيد من هذه المسألة، من هذه المشكلة، والمجتمع الدولي يجب أن يظل ملتزما بالتسوية السلمية بقضية سوريا، في احترام كامل لسيادة ووحدة وسلامة أقاليم سوريا. ونحن دائما ضد استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في الشؤون الدولية، وندعو دائما نقول دائما أننا يجب أن نلتزم بالميثاق، وعلى هذا كل الأطراف يجب أن تلتزم بأن الأمم المتحدة هي الراعي الرئيسي، ومحاولة السعي إلى تحقيق تسوية سياسية بملكية سورية واتساقا مع قرار مجلس الأمن 22-54. ومكافحة الإرهاب كذلك هي مسألة هامة وملحة،
في إطار العملية السياسية لتسوية المسألة السورية، والمجتمع الدولي يجب أن يحسن من التنسيق وأن يحافظ على معايير موحدة في مكافحة كل المنظمات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن. سيدي الرئيس، بشأن حادث سكريبال وكما أظهرت المناقشة الأخيرة في مجلس الأمن، نحن وضحنا موقفنا المبدئي، ونحن نعتقد أن الأطراف المعنية يجب أن تنفذ بصرامة كل التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتساقا مع مواد الاتفاقية القيام بتحقيق موضوعي وحيادي ونزيه في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ونتمنى من الأطراف أن تعمل بموجب مبدأ الاحترام المتبادل والتساوي والتشاور والحوار، ومحاولة عدم تسييس أي عمل يمكن أن يزيد من التوتر، ومحاولة تسوية هذه الخلافات عن طريق الحوار. شكرا سيدي الرئيس. أشكر ممثل الصين على بيانه، وأعطي الكلمة الآن لممثل السويد. شكرا جزيلا سيدي الرئيس، وشكرا لستيفن ديمستورا وتوماس ماركرام على إحاطات هذا المساء، وشكرا لكم سيدي الرئيس للاستجابة لدعوتنا بعقد اجتماع طارئ. نحن أزعجنا كثيرا التصعيد الأخير للعنف في سوريا كما وصف اليوم السيد ميستورا في انتهاك واضح لعدة قرارات من مجلس الأمن بما فيها 2401، وأود هنا أن أنادي السلطات السورية والممثلة هنا وكذلك ضامني عملية أستانا أن ترقى إلى مستوى تنفيذ قرارات هذا المجلس. طلبنا الاجتماع لأن في عطلة نهاية الأسبوع كانت هناك مزاعم مفزعة لاستخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى في سوريا، هذه المرة في دوما خارج دمشق، وهناك تقارير مقلقة عن عدد كبير من الضحايا من المدنيين فيهم نساء وأطفال، والصور البشعة التي تم إصدارها أقلقتنا كثيرا. الآن يجب أن يكون هناك تحقيق فوري ومستقل ودقيق، وأكرر مرة أخرى دعم السويد لكل الجهود الدولية لمكافحة استخدام وانتشار الأسلحة الكيميائية من الدول أو من غير الدول في أي مكان في العالم، ونحن ندين بصرامة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، فهذا انتهاك خطير للقانون الدولي ويمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين حقا، واستخدام هذه الأسلحة محظور ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب، والمسؤولين عن المسؤولون عن ذلك يجب أن يحاسبوا، لا يمكن أن نقبل الإفلات من العقوبة. إن معالجة الأسلحة الكيميائية في سوريا أصبح اختبارا حقيقيا لمصداقية هذا المجلس. كيف سنستجيب للتقارير الأخيرة من دوما سيكون أمرا فاصلا، وبالرغم من الظروف والتحديات يجب أن نضع خلافاتنا جانبا وأن نتوحد. وفي رأينا يجب أن نقوم بما يلي: أولا، يجب أن ندين بأشد العبارات الاستخدام المستمر للأسلحة الكيميائية في سوريا. ثانيا، أولوياتنا الفورية يجب أن تكون التحقيق في التقارير المقلقة الصادرة عن الدوما، وفي هذا السياق نرحب بإعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن طريق مديرها العام أن بعثة تقصي الحقائق في سوريا، والتي نؤكد دعمنا الكامل لها بصدد جمع المعلومات من كل الموارد المتاحة، ونعبر عن أملنا أن تنشر بعثة تقصي حقائق بسرعة في سوريا. ثالثا، كل أطراف هذا النزاع بمن فيهم السلطات السورية يجب أن تتعاون بشكل كامل مع بعثة تقصي الحقائق، وما نحتاجه بشكل محدد هو وصول آمن ودون عوائق للموقع في دوما، وكذلك أي معلومات يمكن أن تكون لها صلة لتحقيق بعثة تقصي الحقائق حتى تقوم بتحقيقها بشكل كامل. رابعا، يجب أن نضاعف جهودنا في المجلس للوصول لتجديد آلية مستقلة ومحايدة لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وختاما، إن ثبتت مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية وحددنا وتعرفنا على المسؤولين، فإن المسؤولين يجب أن يحاسبوا، ونحن مستعدون للعمل بشكل نشيط وبناء مع باقي أعضاء هذا المجلس لتحقيق هذه الغاية. ولقد وزعنا عناصرا يمكن أن تساهم في هذا النقاش، ويجب أن نبدأ فورا في المشاورات لعبور هذا المأزق والطريق المسدود، ونظهر ونعمل مسؤولياتنا بموجب الميثاق. نحن ندين بذلك لكل ضحايا هذا النزاع. شكرا. أشكر ممثل السويد على بيانه، والآن أعطي الكلمة لممثل بولندا.
Thank you, Mr. President. شكرا سيدي الرئيس. اسمح لي أن أشكر المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا ونائب الممثلة السامية سيد توماس ماركرام على الإحاطتين الهامتين. سيدي الرئيس، لقد أفزعنا وقوع هجوم فتاك آخر في الغوطة الشرقية حدث يوم السبت الماضي مساء، وقتل العشرات كنتيجة لهذه الأعمال العنيفة ضد المدنيين في دوما. والمعلومات المتاحة بشأن الأعراض التي تعرض لها الضحايا تؤكد أنها تتسق مع الأعراض التي يتسبب فيها استخدام غاز كيميائي، ونحن ندين هذه الهجمة البربرية ونتوقع أن نسائل المسؤولين عنها. ليس هناك أهداف عسكرية ولا سياسية يمكن أن تبرر الفتك بالمدنيين الضعفاء، وخاصة هؤلاء الذين يبحثون عن المساعدة في المرافق الطبية. هذه الجرائم البشعة تبدو وكأنها رد ساخر للاجتماع الذي عقدناه في هذا المجلس منذ أسبوع عندما أحيينا الذكرى الأولى لهجوم خان شيخون. سيدي الرئيس، ننادي الأطراف الذين يؤثرون على الوضع في سوريا وخاصة الاتحاد الروسي وإيران باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع أي استخدام آخر لأسلحة الدمار الشامل، وأن تصل لوقف كامل للعداءات في كامل الأراضي السورية. ونشدد على أن كل أطراف هذا النزاع يجب أن تمتثل وتلتزم تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. سيدي الرئيس، كما قيل أكثر من مرة من قبل أعضاء هذا المجلس وكذلك من مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الاتحاد الأوروبي، من المؤسف للغاية أن تجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة تم استخدام حق النقد بشأنه. هذا هو ما سمح أن تظل الهجمات بالأسلحة الكيميائية السابقة دون عقاب، والإفلات من العقاب الذي نراه اليوم هو الذي يشجع ما نراه اليوم من هجمات على المدنيين باستخدام المواد الكيميائية كسلاح. نحث كل شركائنا في هذا المجلس بالانخراط في مناقشات جدية بحسن نية لإعادة تأسيس آلية للمساءلة عن الهجمات الكيميائية في سوريا. وهذا هو الحد الأدنى الذي ندين به لضحايا الغوطة واللاتامينا وخان شيخون وأماكن أخرى عديدة استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية. شكرا سيدي الرئيس. أشكر ممثل بولندا على بيانه، وأعطي الكلمة الآن لممثل إثيوبيا. شكرا سيدي الرئيس. نشكر المبعوث الخاص ديمستورا والسيد توماس ماركرام على الإحاطتين. التقرير عن بزعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الدوما رأيناها في الصحف والإعلام بالأمس، وهي أمر مقلق حقا، ومن المزعج للغاية أن هذه التقارير عن استخدام الأسلحة الكيميائية تستمر في الأنشطة العسكرية الجارية في سوريا. وكما قلنا مرارا وتكرارا، نحن ندين بشدة أي استخدام للسلاح الكيميائي من أي طرف في أي ظرف. ليس هناك مبرر على الإطلاق لاستخدام هذا السلاح، وهؤلاء المسؤولون عن هذه الأعمال غير الإنسانية يجب أن يحددوا ويلاحقوا ويحاسبوا. هذا أمر حيوي ليس فقط لضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا، ولكن كذلك للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذلك الحفاظ على منظومة عدم الانتشار. سيدي الرئيس، كما قال الأمين العام في بيانه يوم 8 أبريل، وكما اقتبس الممثل الخاص من هذا التصريح، أي استخدام للسلاح الكيميائي إن تأكد هو أمر بشع ويتطلب تحقيقا مفصلا، وهذا ينص على الحاجة لتأسيس المساءلة، وهو أمر لم يحققه المجلس حتى الآن. وفي الوقت الراهن نعتقد أن الزعم باستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما وفي أماكن أخرى في سوريا يجب أن يكون موضع تحقيق من قبل بعثة تقصي الحقائق، وأن كل الأطراف يجب أن تقدم
أو تتعاون بشكل كامل لتحقيق هذا الهدف بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وبينما نوافق كلنا ونتفق أن المساءلة هي أمر لا غنى عنه لردع ووقف استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وما وراءها، فإنه حتى الآن ليست هناك آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق يمكن أن تحدد هؤلاء الأطراف، سواء هذه الأطراف سواء من الدول أو من المجموعات أو الهيئات التي تستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا. وفي هذا السياق يجب أن يكون هناك وحدة في هذا المجلس وأن يبدأ في نقاش بناء للوصول لهذا الهدف. كلنا نعلم أن التهديد السلمي والأمن اليومي الذي نراه اليوم يصبح أكثر فأكثر تعقيدا كل يوم، ونحن نرى أن انتشار الأسلحة النووية تمثل تهديدا حقيقيا، وكذلك المعايير الدولية لاستخدام الأسلحة الكيميائية تقوض أكثر فأكثر. هذا التهديد لم نشهد له مثيل منذ انتهاء الحرب الباردة، وهذا له آثار وخيمة ليس فقط على السلم والأمن الدوليين، ولكن كذلك على جدول أعمال التنمية الذي ارتضيناه لأنفسنا. لا يمكن أن نتقدم أبدا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون خلق المناخ الأمني الملائم على مستوى العالم. وفي هذه اللحظة الراهنة لا نجزم أبدا أننا وصلنا إلى هذا المناخ اللازم للتنمية. هذا المجلس عليه المسؤولية الأولى حقا في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولكن مع الأسف لم يتمكن من معالجة هذه التهديدات الجديدة والناشئة على السلم والأمن والتهديدات التي نراها اليوم. ويبدو أكثر فأكثر وضوحا أن نقص الوحدة والتناغم بين الأعضاء يقوض مصداقية هذا المجلس، وربما نحن الأعضاء المنتخبون يجب أن نبحث عن وسائل وسبل لترك أثر أكبر بهدف المساهمة لفعالية أكبر وكفاءة أكبر لهذا المجلس. دون حوار بين القوى والأطراف لبناء الثقة اللازمة سيكون صعبا للغاية أن نعالج بعض أصعب وأعقد التحديات الأمنية بما فيها التحدي في سوريا، بل ستسوء الأمور أكثر وأكثر إن لم نفعل شيئا. لا يمكن أبدا أن ندفن رؤوسنا في الرمال، فإن المخاطر ملموسة جدا، ولهذا فإن كل فرصة يجب أن تغتنم. ولهذا كذلك نعتبر أن الأخبار بشأن القمة المقبلة التي يخطط لها نراها مشجعة، ونتمنى أن تساعد هذه القمة على نزع فتيل التوتر وأن تسمح بإيجاد تسوية للأزمة السورية وإيجاد مسار مشترك لمواجهة التحديات المشتركة الحالية. وكلما أسرعنا في ذلك كان أفضل للأمن والسلم الدوليين، واللذان يسببان لنا قلقا كبيرا ونحن نتكلم هنا. وحتى هذه العبارة لا تفي بهذا الوضع الخطر حقا. أشكر ممثل إثيوبيا على بيانه، والآن أعطي الكلمة لممثل كوت ديفوار. شكرا سيدي الرئيس. سيدي الرئيس، أشكر السيد ديمستورا والسيد ماركرام على الإحاطات التي قدمت بشأن تطورات الوضع في سوريا بعد اندلاع القتال مرة أخرى في دوما في الغوطة الشرقية، وكذلك القصف الذي طال مدينة دمشق بعد الهدوء النسبي الذي دام الأسابيع الأخيرة. نود أن نبني بياننا على النقاط الثلاث التالية. أولا، نحن قلقون للغاية في كوت ديفوار من المعلومات الأخيرة والتي تشير إلى وقوع هجمات بالسلاح الكيميائي ضد المدنيين من السكان الأبرياء، مما أوقع عددا من الضحايا
ظهرت عليهم أعراض التعرض لمادة كيميائية وكوت ديفوار، وبينما تؤكد رفضها القاطع لأي استخدام أو لجوء للأسلحة الكيميائية في وقت الحرب أو وقت السلم، تدين بكل شدة هذه الأعمال وتنادي بإلقاء الضوء بشكل كامل على هذه الأحداث بمشاركة من كل الأطراف المعنية. وأمام مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر من أطراف النزاع في سوريا، فإن وفد بلادي يشدد على أنه أهم من أي وقت مضى للمجتمع الدولي أن يرسل برسالة قوية أو بإشارة قوية لكي يظهر فيما وراء الإدانات العادية عزمه على وقف هذه الحلقة الجهنمية بشكل كامل. استخدام الأسلحة الكيميائية هو انتهاك للمعايير الأساسية للقانون الدولي، ويلقي بشبح التهديد على أمننا الجماعي، ولهذا يجب أن نبدأ كفاحا مستمرا ضد الإفلات من العقوبة في استخدام الأسلحة الكيميائية والحفاظ على منظومة عدم الانتشار الكيميائي الدولي، وهي أحد الأسس لأمننا الجماعي. نقطتي الثانية هي ضرورة وضع آلية من قبل المجتمع الدولي للمساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، للسماح بوضع حد للاستخدام المتكرر لهذه الأسلحة. وفي هذا الصدد، وفد بلادي يعبر عن استعداده للعمل على تنفيذ مثل هذه الآلية أو إنشائها، ويدعو المجلس على الرجوع للوحدة التي كان يتميز بها، والتي أظهرها عند إنشاء آلية التحقيق المشتركة، والتي مع الأسف لم تجدد ولايتها بالرغم من جهودنا الجماعية. سيدي الرئيس، النقطة الثالثة، نلاحظ مع الأسف أن القرار 2401 والذي يمثل ما زال إطارا لعملنا المشترك لم ينفذ، وأن الوضع الإنساني في سوريا قد تدهور، ونظرا للوضع المأساوي للسكان في هذا النزاع، فإن إلحاح وقف العداءات يظل أمرا يجب تحقيقه حتى الآن. وأمام تدهور الوضع، نود أن ننادي كل أطراف هذا النزاع لوقف العداءات بشكل فوري واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الوصول الإنساني دون عوائق للمحتاجين، اتساقا مع القرار 2401 لمجلس الأمن. وختاما، تكرر بلادي قناعتها أن تسوية الأزمة في سوريا لن تكون أبدا تسوية عسكرية، فقط عملية سياسية شاملة يمكنها أن تضع حدا لهذا النزاع إلى الأبد. وهذا الحل السياسي أو التسوية السياسية يجب أن تتسق مع القرار 2254 لمجلس الأمن، وأن تستند كذلك إلى نتائج مفاوضات جنيف. ونحن مقتنعون أن محادثات جنيف هي الإطار الأمثل الذي يسمح بالوصول لحل دائم للأزمة السورية. وشكرا. أشكر ممثل كوت ديفوار على بيانه، وأعطي الكلمة الآن لممثل غينيا الاستوائية. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. السيد ستافان دي ميستورا والسيد توماس ماركرام والأفريقة التي تعمل معهما، أشكركم شكرا جزيلا لهذه الإحاطات المتعمقة التي ألقيتموها علينا اليوم. جمهورية غينيا الاستوائية تود أن تقدم الشكر لجمهورية فرنسا والأعضاء الآخرين للمجلس الذين نادوا بعقد هذا الاجتماع. نود كذلك أن نقدم الشكر لرئيس مجلس الأمن للموافقة على عقد هذا الاجتماع تحت بند تهديدات الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين الحالة في الشرق الأوسط. هذا البند من جدول الأعمال ملائم جدا، نظرا لأنه دون أي شك فإن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط تمثل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن، ليس فقط في هذه المنطقة من الشرق الأوسط، ولكن كذلك على المستوى الدولي. ومن المظاهرات التي اندلعت في غزة إلى الهجمات
الصاروخية التي طالت سوريا، ولا أنسى الهجوم الكيميائي المؤسف الذي وقع في الدوما. كل هذه أوضاع تقلقنا كثيرا في غينيا الاستوائية. الأسبوع الماضي استمعنا إلى أخبار أو استيقظنا على أخبار تضيف بعدا جديد للنزاع السوري، وطبقا للتقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الدولية في يوم السبت الماضي 7 أبريل في دوما في الغوطة الشرقية، أكثر من 40 شخصا قتلوا، أغلبهم من النساء والأطفال، اختنقوا حتى الموت بعد استنشاقهم لغاز سام. وكما استمعنا في هذه القاعة نفسها يوم 4 أبريل من مندوب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح السيد توماس ماركرام، فإن بعث تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا توفر ستصل لاستنتاجات وتوصيات، ولكنها ليست ملزمة ولا تساعد في تحديد المسؤولين عن ارتكاب هذه الأسلحة الكيميائية. ونحن ننتهز هذه الفرصة على ضوء ذلك والحقائق الأخرى الماثلة أمامنا أن نذكر بالتزام كل الأطراف بتنفيذ القرار 21/18، ونذكر كذلك بأن الطريقة التي تقييد عمل بعث التقصي الحقائق يلزمنا بإيجاد آلية مستقلة أخرى تركز في عملها على مكافحة الإفلات من العقاب وتحديد المسؤولين ومنع هجمات مستقبلية. وفيما يخصنا فإن استخدام الأسلحة الكيميائية لا يجب أن يمر دون عقاب ودون تحقيق، ونظرا للمعلومات المقلقة التي تتأتى من سوريا وخاصة استهداف المدنيين بالأسلحة الكيميائية كما استمعنا في حالة دوما وأحداث أخرى مشابهة في الماضي، يجب أن يتم التحقيق فيها بشكل مستفيض ومستقل ومحايد من الأجهزة الدولية وخاصة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونتائج هذه التحقيقات يجب أن تنشر علنا، وهؤلاء المسؤولين يجب أن يسألوا أمام العدالة. المواد الكيميائية واستمرار استخدامها خاصة ضد المدنيين هو جرس إنذار كبير لجمهورية وسبب لقلق جمهورية غينيا الاستوائية. وفي الجلسة الدورة 72 لجمعية العامة قال الرئيس: رئيسنا قام بإدانة استخدام وتصنيع وتخزين وتوزيع الأسلحة الكيميائية في النزاعات المسلحة بأشد العبارات، وأذكر بهذا التصريح. ومن الجدير بالذكر كذلك أنه ليس هناك عضو في هذا المجلس مستثنى من هذا الإلزام والواجب، وهو واجب مرسخ في ميثاق الأمم المتحدة والذي يشدد على عزم هذا المجلس وأعضاء الأمم المتحدة ضمان أمن وسلام البشرية. إضافة إلى ذلك، مجلس الأمن الآن يجد نفسه في مفترق طرق، أمامنا خيارات عدة، سواء تعزيز المستقبل الدولي أو السعي لمفاوضات دولية بناء على مسارات جنيف وساتشي وأستانا. نظرنا في كتب التاريخ سنجد دلائلا كثيرة على أن الحل العسكري لم يحل أبدا نزاعا، بل من شأنه أن يمدد استمرار هذا النزاع. غينيا الاستوائية تعتقد أن التسوية الوحيدة لهذا النزاع هي في الكلمات التي قالها البابا فرانسيس بالأمس في عظة الأحد في الفاتيكان، وأقتبس: ليست هناك حرب جيدة أو حرب شريرة، ولا يوجد هناك مبرر لاستخدام أدوات العنف ضد السكان العزل والأبرياء العزل. والقادة السياسيون والعسكريون يجب أن يبحثوا عن مسارات أخرى، ومسار التفاوض هو المسار الوحيد الذي يؤدي إلى السلام دون المرور عبر الموت والدمار. هذا هو اقتباسي من كلمات البابا فرانسيس. نعيد التأكيد على نداء غينيا الاستوائية في مناسبات مضت إلى كل البلدان التي لها تأثير على الوضع في سوريا وفلسطين،
أن تحاول أن تخفف من معاناة هؤلاء الشعوب وأن تحاول أن تضغط من أجل البدء في مفاوضات لإنهاء هذا التهديد في سوريا وفي الشرق الأوسط. شكرا. أشكر غينيا الاستوائية على بيانها وأعطي الكلمة الآن لممثل كازاخستان. سيدي الرئيس، نشكر المبعوث الخاص ستيفان ديمستورا ونائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح توماس ماركام على إحاطتيهما. نعبر عن امتناننا لأعضاء هذا المجلس للمطالبة بهذا الاجتماع الطارئ، والذي نتمنى أن يصل إلى تحقيق موضوعي في هجوم الدوما. ونحن مقتنعون تماما أن مجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة المنوط بها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولكن مع الأسف فإن الوضع داخل المجلس أصبح عائقا حقيقيا. ومن أجل تسوية هذه المسائل الحيوية بشكل ملائم، من الأهمية القصوى أن يعمل المجلس بالإجماع وبشكل متوازن وواقعي وعملي. هذا يتطلب منا إبداء المرونة والقدرة على التفاوض والارتفاع فوق مصالحنا الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار. وأي اتهامات مشتركة وأي أحكام مسبقة ستعيق الوصول إلى، خاصة وإن كانت دون دليل، ستعيق الوصول إلى نتيجة وستؤدي إلى أثر مدمر، وهذا لن يؤدي إلى النتائج التي يتوقعها من المجتمع الدولي. أما عن الهجمات الكيميائية في سوريا، نحن نرثي معا عائلات الضحايا ونقدم لهم التعازي للذين وقعوا كنتيجة لهذه الأعمال البشعة، وخاصة من المدنيين الأبرياء والذين وقعوا ضحايا لهذا الانتهاك. وكازاخستان كانت تعبر دائما عن موقف صلب وصارم في الإدانة بشدة بأي استخدام للأسلحة الكيميائية كعمل بشع وغير مقبول وكجريمة حرب. أما فيما يتعلق بحادث دوما، ننادي بالتحقيق المبكر في هذا الحادث وتوضيح كل الظروف والملابسات، والمجلس عليه أكبر مسؤولية أن يعمل بناء على الحقائق المؤكدة، ليس فقط أمام المجتمع الدولي ولكن أمامنا نحن شخصيا. ولكن قبل كل ذلك، التاريخ نفسه هو الذي سيصبح حكما على هذه الأحداث، وعلى هذا يجب أن نتأكد من كل تفاصيل الحادث. وفي هذا الصدد نود أن نلفت الانتباه للأوجه التالية. أولا، هل هناك أي موارد أخرى للمعلومات يمكن الاعتماد عليها بالإضافة لمزاعم الخوذات البيضاء؟ هل هناك من أي تحقق من صحة هذه المزاعم؟ البعض يقول أن الضحايا وصلوا إلى 70 شخصا، بينما يدعي آخرون أنهم وصلوا إلى 150، وهناك من يقول أنهم 25 ضحية فقط. ولكن طبعا نحن نأسف لوقوع ضحية واحدة، ولكن اليوم فإن الاتحاد الروسي ينفي تماما، وعلى هذا فهناك مزاعم كثيرة وهناك افتراضات كثيرة تتعلق باستخدام غاز كيميائي. ثانيا، نعتبر أنه من الأهمية والمكان أن نأخذ في الاعتبار أن حكومة سوريا أخطرتنا أكثر من مرة وطلبت منا أن نتحقق من التقارير أن عددا من المجموعات الإرهابية التي تحارب في صفوف المعارضة تحضر لنقل أسلحة كيميائية والهجوم والقيام بهجمات كيميائية في الغوطة الشرقية. ولكن مع الأسف لم نعطي اهتماما كافيا لكل الفرص التي كان يمكن أن نستغلها للتحقق من هذه الأحداث. ولهذا ننادي بتحقيق كامل وموضوعي بناء عليه يمكن أن نصل إلى قرار بعد التفكير فيه جيدا. ونعتقد أنه من الضروري والوجوبي أن يكون هناك تحقيق مستقل. وهنا نذكر مرة أخرى بالأهمية الملحة لآلية للتحقيق، وذلك يعتمد على القادة في هذا المجلس والذين يجب أن يبذلوا كل الجهد لإيجاد أرضية مشتركة. نحتاج معلومات محققة وموضوعية بشكل فوري، وكذلك لآلية مستقلة وشفافة وغير منحازة قبل أي قرار أو أي عمل، بما في ذلك أي عمل أحادي. ونحن نؤيد بشكل كامل
المقترح القاضي بأن تقوم بعثة تقصي الحقائق بالتوجه بأسرع شكل إلى سوريا. ونحن ونعتقد أن الجانب السوري مهتم جدا في أي تحقيق موضوعي، وعلى هذا فإن دمشق يجب أن توفر كل المساعدة الممكنة والوصول الآمن لزيارات سريعة يقوم بها مفتشو المنظمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقصي الحقائق في الميدان. وختاما ننادي للحفاظ على وحدة هذا المجلس وتوطيدها، وكذلك على مبادئ الحفاظ على السلم والاستقرار في العالم. شكرا جزيلا. أشكر ممثل كازاخستان على بيانه، وأعطي الكلمة الآن لممثل الكويت. شكرا سيد الرئيس. في البداية أود أن أتقدم لرئاستكم بالشكر الجزيل على سرعة الاستجابة لعقد هذه الجلسة، والتي كانت الكويت ضمن الدول الداعية لها. كما تقدم بالشكر لمقدمي الإحاطة اليوم السيد ستيفان دي مستورا الممثل الخاص للأمين العام لسوريا، والسيد توماس مكرم نائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح. منذ بداية العام الحالي تشغل دولة الكويت المقعد العربي في مجلس الأمن، ومن ضمن أهم أولوياتها التي أعلنت عنها قبل عضويتها هي الدفاع عن القضايا العربية ومساندتها ونقل همومها ومشاغلها والدفع باتجاه إيجاد حلول سلمية لها. ونشعر بالألم والأسى بأن القضايا العربية التي ينشغل بها مجلس الأمن لم نستطع تحقيق تقدم حقيقي وجوهري في أي منها، وعلى وجه الخصوص الأزمة السورية التي تشهد مع الأسف مزيداً من التدهور. كما أن القرارات التي يصدرها مجلس الأمن حيال هذه القضايا لا ترى طريقها إلى التنفيذ، ويبقى المجلس المكلف بصيانة السلم والأمن الدوليين عاجزاً عن الاطلاع بمسؤولياته، وغير موحداً بل منقسماً في مواجهة هذه المخاطر والتهديدات، وبالتالي تستمر هذه الأزمات ومعاناة شعوب دول المنطقة. السيد الرئيس، أن دولة الكويت تدين وبأشد العبارات الهجمات البشعة بالصواريخ والبراميل المتفجرة التي تعرضت لها المناطق السكنية المحاصرة في الغوطة الشرقية، بما في ذلك الهجوم الأخير الذي وقع على مدينة دوما يوم السبت الموافق 7/4. قبل 5 أيام شهدنا الذكرى الأولى لحادثة خان شيخون التي استخدمت فيها أسلحة كيماوية وفقاً لما أكدته لجنة التحقيق المشتركة جم، وحددت الجهة التي استخدمتها. وشهدنا قبل يومين قتل وجرح العشرات من المدنيين بينهم أطفالاً ونساء في قصف وهجمات جوية على دوما، وتسجيل حالات اختناق عديدة. وفي الحالتين فقد ارتكبت جرائم أكدت العديد من التقارير الدولية بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى الطلب الرئيسي الذي يتفق عليه الجميع في هذه القاعة، وهو ضرورة وجود آلية جديدة لتحديد ما إذا تم استخدام الأسلحة الكيميائية وتحديد الجهة التي استخدمتها، ومن ثم محاسبة مرتكبي تلك الجرائم في سوريا. آلية تضمن إجراء تحقيقات نزيهة وشفافة وبكل حيادية ومهنية في كل الهجمات الكيميائية المرتكبة في سوريا، للحفاظ على مبدأ عدم الإفلات من العقاب. العقاب الذي غاب عن مرتكبي الجرائم الكيميائية في سوريا لخمسة أعوام تقريباً، وتحديداً منذ أغسطس 2013 عندما شهدنا أول جريمة باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية أيضاً. لا نريد أن تكون هناك ذكرى سنوية أولى لحادثة دوما دون أن يكون هناك طرف مدان في هذه الجريمة. نحن نريد أن تكون هناك آلية محاسبة ينشئها هذا المجلس. نريد آلية تحدد الطرف المسؤول عن الجرائم الكيماوية في كل مناطق سوريا، على أن يقوم مجلس الأمن بمحاسبة هذا الطرف، سواء كان حكومة أو كيان أو مجموعة أو أفراد، وفقا لنصوص وأحكام القرار 2118. على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين. ما يجري في سوريا من استمرار لاستخدام الأسلحة الكيميائية يمثل تهديداً حقيقياً لمنظومة عدم الانتشار. كما أن استمرار الهجمات ضد المدنيين في المنشآت الطبية والمناطق المأهولة بالسكان
سواء خلال الغارات الجوية أو عبر الهجمات المدفعية، تشكل جميعها انتهاكات فاضحة لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2401 الذي طالب بوقف إطلاق النار دون أي تأخير لمدة 30 يوما على الأقل. كما أن أحكام القرار 2118 كانت قاطعة وحاسمة فيما يتعلق بضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، باعتبار ذلك انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولكن ما يجري الآن هو خرق واضح لأحكام ذلك القرار. لا يمكننا كأعضاء في هذا المجلس القبول بالوضع الحالي، وهو استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهو ما يعني خذلان جديد للشعب السوري الذي لم نستطع وضع حد لمعاناته من استخدام هذه الأسلحة ضده في مناطق مختلفة من سوريا. السيد الرئيس، هناك مسؤولية جماعية لهذا المجلس إزاء ما يعانيه الشعب السوري الذي سئم من مشاهدة اجتماعات مجلس الأمن دون أن يرى نتيجة ملموسة على الأرض. لقد استطاع هذا المجلس في مراحل عدة من هذا الصراع الدامي أن يصل لموقف موحد في سبيل المضي قدما نحو إنهاء هذه الأزمة. علينا تجاوز الخلافات السياسية لنصل إلى آلية محاسبة جديدة في سوريا تتمتع بالمهنية والمصداقية والحيادية، ونرى بأن تلك العناصر متوفرة في مشروع القرار الأمريكي محل النقاش ما بين أعضاء المجلس، والذي تضمن تحديثات حول حادثة دوما، وندعو جميع الدول الأعضاء البناء عليه باعتباره أساساً جيداً لأي مفاوضات حول هذه الآلية المستقبلية. لقد كنا وما زلنا نتطلع إلى الحل السياسي باعتباره الحل الوحيد القادر على إنهاء هذه الأزمة بكل أبعادها. خارطة الحل السياسي واضحة ومتفق عليها على أساس بيان جنيف الأول لعام 2012 والقرار 2254، وبما يحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سوريا ويحقق تطلعات وطموحات الشعب السوري المشروعة في حياة كريمة. وشكرا السيد الرئيس. أشكر ممثل الكويت على بيانه، وأعطي كلمة الآن لممثل بوليفيا. شكرا جزيلا سيدي الرئيس، ممتنون للإحاطات التي استمعنا إليها من السيد ديمستورا المبعوث الخاص الأمين العام لسوريا والسيد توماس مكرم نائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح. السيد الرئيس، نود أن نستهل بالإعراب عن قلقنا البالغ إزاء التقارير الأخيرة التي استمعنا إليها حول مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما، ونؤكد على إدانتنا لاستخدام الأسلحة الكيميائية أو العوامل الكيميائية بوصفها أسلحة. لا نعتبر أن هذا غير مبرر، وهو عمل إجرامي بحت، ولا يمكن أبدا أن يكون هناك مبرر لاستخدامها بغض النظر عن الظروف أو من يستخدمها، لأنها جريمة جد خطيرة بموجب القانون الدولي وتعد تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. ونعتقد أن بعثة تقصي الحقائق اتساقا مع ولايتها يجب أن تقوم بشكل موضوعي ونظامي بالتحقق من استخدام الأسلحة الكيميائية هذه. إن تم التحقق من هذا، عندها يجب إجراء تحقيق يتسع بشفافية لتحديد الجنان ومحاكمتهم، وذلك لضمان عدم الإفلات من العقاب. نحتاج إلى تحقيق وآلية تحقيق مستقلة دولية تستطيع إجراء تحقيق نزيه ويصل إلى نتائج قاطعة، ويجب ألا نسيس عمل المجلس ولا أن نستغله لأي غاية كانت. السيد الرئيس، نأسف أن هناك عوائق أمام تنفيذ القرار 2401. نطالب كل الأطراف ألا تدخر وسعا لكي يتم تنفيذ القرار بشكل فعال في كل أراضي الجمهورية العربية السورية. ونحن ندين الهجمات العشوائية والقصف الذي يستهدف
البنى التحتية المدنية مثل المرافق الطبية وندين أي نشاط عسكري في المناطق السكنية. هذه ستؤدي إلى المزيد من نزوح الناس وتزيد من أعداد الجرحى والقتلى، وهذا يضيف إلى الرقم الذي هو مروع بالأساس وهو 500,000 قد قتلوا في هذا النزاع. ويجب احترام قانون الإنسان الدولي وأيضا قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك حق الوصول إلى هؤلاء الذين يحتاجون المساعدة يتساقط مع قرارات هذا المجلس. نحن نرى أن النزاع في سوريا لا يمكن أن نسويه بسبل عسكرية، بل من خلال عملية سياسية تشمل الجميع بها حوار وتفاوض، وذلك بقيادة سورية محضة، وهذا سيسمح بتحقيق السلام المستدام دون أي ضغوط خارجية أو تدخل خارجي، وذلك اتساقا مع أحكام القرار 2254. نرفض أي تجزئة لسوريا أو تأجيج للطائفية بسوريا. بوليفيا توضح مرة أخرى أننا نرفض استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة، نرفض أيضا أي إجراءات أحادية، لأن هذه الإجراءات الأحادية تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وتقاود أيضا سيادة الجمهورية السورية وسلامة أراضيها، وهذا يبعدنا عن أي حل سياسي يمكن توصل إليه. السيد الرئيس، نقطتي الأخيرة حول الأحداث في سالزبوري، نؤكد على الحاجة لإجراء تحقيق غير مسيس مستقل ويتزم الشفافية، وذلك عملا بقوانين أحكام القانون الدولي وما يتصل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحديدا وما ورد بها من أحكام. نعتقد أنه في واقعة سالزبوري يجب على الأطراف أن تتعاون، وذلك من خلال العمل بالقنوات الدبلوماسية حتى نسوي هذه المسألة ونعزز من نظام عدم الانتشار. أشكركم. أشكر ممثل بوليفيا على بيانه، والآن سأرلي ببيان بصفتي الوطنية. نشكر السيد ديمستورا والسيد توماس مكرم على ما تقدم به من معلومات. إن بيرو تعرب عن قلقها البالغ بعد تقارير جديدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية تستهدف المدنيين في سوريا، بما في ذلك القُصر والأطفال، وهذه المرة الهجمة قد استهدفت دوما. ونؤكد على أنه يجب إجراء تحقيق مفصل ومعمق وندين أي استخدام الأسلحة الكيميائية أيا كانت الظروف والملابسات، وهذا يشكل جريمة من جرائم الفظائع وتهديد لصون السلم الدوليين. واستخدام الأسلحة الكيميائية أيضا يعد انتهاكا لنظام على الانتشار الدولي وكذلك القانون الإنساني الدولي. ونعتقد أن أول إجراء يجب اتخاذه يجب على كل الأطراف الحكومة السورية، بما في ذلك البلدان التي لها تأثير في الميدان، يجب عليهم جميعا أن يلتزموا بوقف إطلاق النار الإنساني الذي ورد بالقرار 2401 ويلتزموا بها، ويجب عليهم أن يتعاونوا مع بعثة قصي الحقائق التي أوفدتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونسلط الضوء على الحاجة أن نؤسس آلية مستقلة وذات حياد أو محايد وذات مصداقية، والتي ستعمل لمعاقبة الجناة. أعضاء المجلس لا يمكن لهم أن يسمحوا بالإفلاس من العقاب. ونشير أيضا إلى أن رد أو استجابة لما يقع من فظائع في النزاع السوري يجب أن تستند جميعا إلى ميثاق المتحدة، وبالتالي نحن ضد استخدام القوة وتهديد استخدام القوة انتهاكا للقانون الدولي. النزاع السوري به عناصر بها الكثير من الوحشية، وهذا يهدد السلم والأمن الدوليين، وتحديدا الذي يعد انتقالا لأثر الأزمة من الشرق الأوسط. وهنا نختتم بمناشدة أعضاء المجلس بالتحلي بالوحدة ومراعاة الصالح العام، وهذا جزء من مسؤولياتنا الجدية التي نتحملها. أما بالنسبة للوضع في سوريا، هذا يتضمن تنفيذ وقف إطلاق النار وكذلك حماية المدنيين بشكل فعال ومؤثر، وكذلك التحقيق بجرائم الفظائع التي ارتكبت.
وأيضا استئناف الحوار السياسي على أساس القرار 2254 وبيان جنيف، وذلك لكي يحل السلام الدائم، وهذا ما يحتاجه الشعب في سوريا. شكرا. والآن أستأنف مهابي كرئيس المجلس. ممثل الاتحاد الروسي قد طلب الكلمة لكي يدلي ببيان إضافي. تفضلوا. شكرا سيدي الرئيس. لدي ثلاث نقاط أود أن أتقدم بها. النقطة الأولى هي كالتالي: أود أن أخاطب السيدة نيكي هيلي ممثلة الولايات المتحدة الدائمة وبطلب كله لياقة وأدب أن لا تذكر أي حكومات مشروعة بصفة نظام. وأشير للاتحاد الروسي، لقد طلبت هذا الأمر منها بالسابق مرة بالفعل وهي لم تكن حاضرة، والآن أقول لها بشكل مباشر وشخصي، المرة المقبلة سأوقف الاجتماع لإثارة نقطة نظام إن حدث هذا مرة أخرى وإن استمر هذا النهج على هذا المنوال، أي الإشارة إلينا بكلمة نظام. وهن الولايات المتحدة تقول أنه ما من تحقيق في سوريا، ولكن في سالزبري هناك تحقيق. نود أن نعرف المزيد والتفاصيل عن هذا التحقيق. هل لكم أن توضحوا لنا هذا؟ حاليا نحن لا نعرف عنها أي شيء، أي هذه التفاصيل. ماذا كان ضحايا المزعومون لاستخدام هذا العامل؟ قد اتضح أنهم على قيد الحياة ويبدو أنهم يتمتعون بكامل الصحة والعافية، ولكن لم يرهم أي شخص، ونخشى أن هؤلاء الشهود الهامين للغاية قد يكونوا في وضع غير محمود. وقد علمنا الاستخبارات الأمريكية اقترحت أن تقدم الملجأ لسكريبال وابنته، للسيد سكريبال وابنته في الولايات المتحدة، وهذا ينم عن الكثير، وهذا يعني أننا ربما لن نرى هؤلاء الناس مرة أخرى. أي نحن نتحدث عن شهود أساسيين في هذه الواقعة، وهناك أمور أخرى نعرفها. نعرف أن هناك تدمير بوتيرة سريعة للحيوانات الأليفة بمنزل السيد سكريبال وأسرته، وأن هناك خطط لتدمير المطعم والمنزل. والسيدة فيكتوريا أخت سكريبال لم تحصل على تأشيرة دخول بريطانيا، رفض الطلب ولا نعرف لماذا، ونود أن نعرف المزيد عما يجري في هذا الملف، ونمتن للزملاء من بريطانيا أن يطلعونا على تفاصيل التحقيق، ويأخذ الوقت لإطلاعنا على هذه التفاصيل. البند هو التهديدات التي تحف بسلم الأمن الدوليين، وهذا ليس اجتماعا حول الحالة في دوما. أما بالنسبة للحالة في دوما والهجمة الكيميائية المزعومة، قد كانت بمثابة شرارة لكل ما جرى اليوم. السيد ديمستورا تحدث عن عناصر، و الأمين العام تحدث عن عناصر وقال أننا نقترب من أعتاب خطيرة، ولكن من يلعبون بالنار ومن يهددون هنا وهناك لا يشعرون بهذه الخطورة، يقومون بالتهديد بشكل غير مسؤول. واليوم استمعنا إلى ملاحظات استمعنا لها بالسابق، زملاؤنا من العالم الغربي لا يرغبون في الاستماع إلى معلومات موضوعية، ولا يشكك أحدا بنسخة واحدة لتلك الرواية، رواية واحدة الأحداث أعني. لقد اتهمتم دمشق قبل بدء التحقيق وقبل التقارير حتى التي ترد حول هذه الحادثة، لا تشعرون بأي اهتمام، ليس لديكم أي اهتمام بما لدينا نطلعكم عليه. لقد قلنا أنه ما من أثر لأسلحة كيميائية،
لم يذهب أي شخص للمستشفى، وهذه الصور مفبركة ولا يوجد أي ضحايا. نطالب بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بزيارة دوما فورا وزيارة المنطقة التي يزعمون أن الأسلحة الكيميائية استخدمت بها لإجراء مقابلات مع الناس هناك، مع العاملين بالمستشفيات، مع السكان المحليين، ولجمع عينات من التربة. التحقيق وحده يحدد ما الذي جرى، واتفق مع هذا، ولكن هذا لا يمنعكم أبدا من تحديد الجناح. يقولون النظام السوري هو الجاني، يقولون النظام، وأؤكدوا يقولون النظام، وأؤكد على أنهم استخدموا هذه الكلمة، وأصر أن تقوم البعثة بالعمل فورا، ونحن مستعدون لتقديم كل المساعدة وتهيئة الظروف لهذه الزيارة. نحن ندعم استقلالية الآلية، وفي مشروع القرار إذا قدمنا به نقول أن هذا مشروع قرار ويمكن أن نتمنه اليوم. شكرا. أشكر ممثل الاتحاد الروسي على بيانه. ممثلة الولايات المتحدة طلبت الكلمة للإدلاء ببيان إضافي. عفوا، المملكة المتحدة، تعتذر المترجمة. شكرا جزيلا سيدي الرئيس، ولكن أود أن أوضح، أعتقد أن زميلي من الاتحاد الروسي لغته الإنجليزية ممتازة وفهمني جيدا عندما قلت أن هذا تحقيق للشرطة مستقل تماما. هذا ما عربنا عنه بالخامس من إبريل، وعندما ترد لدينا معلومات سنطلعكم عليها. وبما أنني تناولت الكلمة، أشير إلى فارق آخر بين سوريا وسالزبري، وهو أن المملكة المتحدة هي طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ووضعنا جيد ومكانتنا جيدة. أما الحكومة السورية لم تلتزم بتعهداتها في سياق عمل المنظمة. شكرا. أشكر ممثلة المملكة المتحدة على بيانها. والآن أعطي كلمة لممثل الجمهورية العربية السورية. شكرا سيد الرئيس. قالت المندوبة الأمريكية أن روسيا تنفق الموارد لدعم ما أسمته بالنظام في سوريا، وسؤالي لها هو: على من تنفق الولايات المتحدة الأمريكية مواردها في سوريا؟ هل تنفقها على إرسال الحليب والدواء لأطفال سوريا؟ أم على إرسال السلاح والذخيرة إلى عصاباتهم الإرهابية التي مارست أبشع الجرائم بحق الشعب السوري؟ أم تصرفها على طائرات تحالفكم التي لم تبقي ولم تذر في العديد من الأماكن في سوريا، لا سيما في مدينة الرقة؟ ثم ماذا عن توجيه الزميلة التهديد تلو الآخر لبلادي في هذا المجلس؟ في كل الجلسات تقريبا، هل هذا اعتراف من جانبها بأن إدارتها لا تقيم وزنا لهذا المجلس ولهذه المنظمة الدولية ولمبادئ القانون الدولي؟ لنمتحن صدقية ما قالت الزميلة السفيرة الأمريكية، ولاحظوا أنني لا أرد عليها باستخدام عبارة نظام أمريكي، لأن هذا عيب قانوني تحت هذه القبة. إذن لنمتحن صدقية كلام الزميلة السفيرة الأمريكية عندما طالبت بأن يتحرك هذا المجلس حول سوريا لإقرار العدالة. طيب، حسناً، امتحاني لها هو أن تسمح إدارتها وبلادها بالكشف عن نتائج تحقيق لجنة الأونسكوم التي بحثت عن مزاعم أسلحة الدمار الشامل في العراق لمدة 18 سنة. طبعا اللجنة كانت في فترة من الفترات برئاسة السويدي هانس بليكس،
وهذه اللجنة كما تعرفون لم تجد شيئا في العراق بعد 18 عاما من البحث. لا 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 وجدت كيماوي ولا وجدت كوكاكولا ولا بيبسي كولا. ومع ذلك في العام 2008 في نهاية العام 2008 قرر هذا المجلس في جلسة شبه سرية إنهاء عمل لجنة الأونسكوم ودفن أرشيفها. أعيد، ودفن أرشيفها في صناديق حديدية لا يعرف أرقامها إلا الأمين العام شخصيا. وانتبهوا إلى هذا الشرط، بشرط أن لا يتم إعادة فتح هذه الصناديق إلا بعد 60 عاما. ما هو الأمر المخجل في هذه في هذا الأرشيف لكي يتم دفنه في صناديق لن تفتح إلا بعد 60 عاما؟ هذا الكلام برهن السفيرة الأمريكية. سيد الرئيس، تدين حكومة بلادي بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي وقع صباح اليوم على مطار التيفور في محافظة حمص، والذي نجم عنه استشهاد وجرح عدد من المواطنين. إن هذا العدوان الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب، ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لإسرائيل والحصانة التي توفرها لها من المساءلة في هذا المجلس، والتي تمكن إسرائيل من الاستمرار في ممارسة إرهاب الدولة وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم. وبطبيعة الحال فإن غياب أي ذكر للعدوان الإسرائيلي في بيانات سفراء الدول الغربية في المجلس اليوم يوضح بجلاء أن حكومات بلادهم شركاء في هذا العدوان وحماة له. ومن المؤسف أن صديقي العزيز السيد ديمستورا لم يسمع نتنياهو يعترف اليوم بأن إسرائيل هي التي قامت بالعدوان، ولذلك فوجئت بسماعه يقول بأن الأمم المتحدة غير قادرة على تحديد هوية من قام بهذا العدوان. طيب إذا نتنياهو نفسه عم يقول لك يا سيد ديمستورا أنه هو الذي قام بالعدوان، فلماذا لا تذكر اسم إسرائيل بأنها هي التي قامت بهذا العدوان؟ إن هذا الاعتداء الإسرائيلي يشكل رداً غير مباشر على نجاح الجيش العربي السوري في طرد المجموعات الإرهابية المسلحة من ضواحي مدينة دمشق وريفها ومناطق سوريا ومناطق سورية أخرى، بعد أن أمعنت هذه المجموعات في قتل أبناء الشعب السوري واختطاف المدنيين واحتجازهم كدروع بشرية، وأمطرت العاصمة دمشق وحدها بما يزيد عن 3000 قذيفة خلال 3 أشهر فقط، تسببت باستشهاد 155 مواطنا وجرح 865 من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال. تؤكد الحكومة السورية أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليها لم ولن تنجح في حماية عملاء إسرائيل من التنظيمات الإرهابية، كما لم ولن تفلح في إشغال الجيش السوري عن مواصلة الإنجازات العسكرية الحاسمة التي يحققها في مجال مكافحة الإرهاب. السيد الرئيس، قال مارتن لوثر كينغ المناضل الأمريكي ضد العنصرية، وأقتبس: الكذبة كرة ثلجية تكبر كلما دحرجتها. انتهى الاقتباس. ويبدو أن هذا القول الحكيم صالح لكل زمان ومكان، إذ إن حكومات بعض الدول مجبولة على الكذب، لكنها لحسن الحظ تغفل الدقة في نسج أكاذيبها، تماما كما تفعل شخصية البارون مونشنهاوزن الشهيرة في الأدب الألماني. فكم من ديك
فصيح صدق فعلا أن الشمس تشرق بصياحه. السيد الرئيس، لقد أصبح الكذب الذي تمتهنه بعض الدول دائمة العضوية في هذا المجلس بمثابة أحد أسلحة الدمار الشامل، فبالكذب سرقت فلسطين، وبالكذب أشعلت هذه الدول الحرب في شبه الجزيرة الكورية، وبالكذب غزت فيتنام، وبالكذب اجتاحت غرينادا، وبالكذب دمرت يوغوسلافيا، وبالكذب احتلت العراق، وبالكذب دمرت ليبيا، وبالكذب صنعت في مخابرها تنظيمات إرهابية تكفيرية كالقاعدة وطالبان وداعش وجبهة النصرة وجيش الإسلام، والقائمة تطول. وبالكذب تحاول ذات الدول النيل من سوريا وتهيئة الأجواء اليوم للعدوان عليها. من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن الخطاب اليقيني السلبي الذي ألقته السفيرة الأمريكية على مسامعنا اليوم يتناقض بالمطلق مع خطاب يقيني مضاد لوزير دفاع بلادها الجنرال ماتيس، الذي قال في مقابلة له مع مجلة نيوزويك أول أمس، مقابلة أجراها الصحفي إيان ويلكي، هذا الصحفي وضع عنوانا للمقابلة مع وزير الدفاع الأمريكي ماتيس هو الآتي، وسأقرأه على مسامعكم بالإنجليزية. Now, Mattis الآن there was no evidence President Assad used poison gas on his own. يقر أنه ما من دليل على أن الأسد استخدم أسلحة، هذا وزير دفاع كيميائية. يا لها من إدارة منسجمة في الرؤية. سيد الرئيس، كنا قد أعلمنا هذا المجلس بتاريخ 10 كانون الأول ديسمبر 2012 قبل 6 سنوات بموجب رسالة رسمية صدرت بالرمز A/67/628، أي قبل صدور أول إيعاز من مشغلي المجموعات الإرهابية لاستخدام غاز السارين في خان العسل بتاريخ 19 آذار مارس 2013، كنا قد أعلمناكم بأن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد عملوا على شن حملة ادعاءات حول احتمال قيام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، وحذرنا حينها من أن هذه الادعاءات تمهد الطريق لقيام حكومات الدول الراعية للإرهاب لتقديم أسلحة كيميائية للمجموعات الإرهابية المسلحة، ثم الادعاء بأن الحكومة السورية هي التي قامت باستخدام هذه الأسلحة. إن ما حصل خلال الأعوام السابقة بدءا من خان العسل والغوطة مرورا بكفر زيتا واللطامنة وتلمنس وخان شيخون وغيرها الكثير من البلدات والقرى السورية يثبت بما لا يدع مجالا للشك صحة ما كنا قد حذرنا منه قبل 5 سنوات 6 سنوات وعلى مدى كل هذه السنوات الست. إن تهافت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا للدعوة إلى جلسة تلو الأخرى لهذا المجلس الكريم بناء على معلومات مفبركة قد بات جزءا من أزمة عميقة يريدون منها توريط بقية أعضاء مجلس الأمن فيها إلى أبعد الحدود، فهذه الدول الثلاث خلقت في مجلس الأمن منذ العام 2013 فيلا كبيرا من الكذب والخداع حتى بات هذا الفيل يعيش اليوم داخل هذه القاعة ويطأ بأقدامه الضخمة مصداقية هذا المجلس. ويبدو أن دعوة هذه الدول إلى عقد جلسة لمجلس الأمن تأتي دعما للإرهابيين ولتعطيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بخصوص دوما، لكنها قد تأخرت بعض الشيء لأن الإرهابيين كانوا يريدون عقد هذه الجلسة قبل أن يضطروا للاتفاق مع الدولة السورية على الخروج من معاقلهم وتسليم سلاحهم. لقد تأخرت هذه الدول بتنفيذ وعودها للإرهابيين، وكان الأفضل بها ألا تعرض نفسها لتكرار هذه الأسطوانة الممجوجة بالاعتماد على تقارير كاذبة
من المرتزقة أصحاب الخوذ البيضاء التي أسسها ضابط الاستخبارات البريطاني جيمس لوميزوريه. هو بريطاني بس اسمه فرنسي. إن الدليل على كذبهم وفبركة ادعاءاتهم هو خروج القاطنين من دوما سالمين. 170 ألف مدني خرجوا من دوما سالمين. لقد اختار هؤلاء الإرهابيون أن يتم الوصول إلى اتفاق مع الدولة السورية باعتباره الملاذ الأخير لهم ولعائلاتهم، وقد بدأت حافلات كثيرة بنقلهم مع عائلاتهم إلى مدينة جرابلس بعد أن رفضوا تسوية أوضاعهم واختاروا الذهاب إلى هناك، في حين آثرت الأغلبية الساحقة من السكان اللجوء إلى الدولة والبقاء في بيوتهم. ولقد ثبت أن الحملات التي قامت بها بعض الدول ومنها دول أعضاء في هذا المجلس حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الغوطة الشرقية كانت كاذبة، على غرار ما جرى في مدينة حلب وغيرها، حيث تبين أن مستودعات المجموعات الإرهابية كانت متخمة بالأدوية والأغذية والتي كانت تحتكرها لعناصرها وتبيع جزءاً منها للمدنيين بأسعار لا طاقة لهم بها. وسؤالي هنا أيها السادة، هل الهدف من دعوة الدول الثلاث إلى عقد جلسة لمجلس الأمن هو شرعنة العدوان الإسرائيلي على سوريا الذي وقع صباح اليوم، أم لوقف تنفيذ الاتفاق الذي رغبت به أدواتها الإرهابية؟ وفي هذا السياق لابد لي من التوجه بالشكر لوفد روسيا الاتحادية الذي أدرك العنوان الصحيح لما تحضر له هذه الدول، فدعا إلى عقد جلسة تحت بند التهديدات الموجهة للسلم والأمن الدوليين. هذا هو العنوان الصحيح. سيد الرئيس، لقد نقلنا إلى عناية كل من مجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وما كان يعرف سابقا بآلية التحقيق المشتركة 145 رسالة كان آخرها بتاريخ 1 نيسان 2018. 145 رسالة. وأشكر زميلي المندوب الدائم لكازاخستان الذي أشار إلى أنكم لا تقرؤون هذه الرسائل ولا تردون عليها. تضمنت هذه الرسائل معلومات دقيقة عن امتلاك المجموعات الإرهابية المسلحة لمواد كيميائية سامة لا سيما الكلور والسارين، وحذرنا مرارا وتكرارا من أن هذه المجموعات تحضر لتمثيل جرائم استخدام المواد الكيميائية ضد السوريين الأبرياء، وأنها تعمل من خلال ذراعها الإعلامية المسمات بالخوذ البيضاء على فبركة الأدلة وعلى تصوير مواقع ومشاهد هوليوودية يتم التحضير لها بشكل مسبق، وذلك بغية اتهام الحكومة السورية وتأليب الرأي العام والتحريض ضدها وضد حلفائها، ومن ثم طلب عقد مثل هذه الجلسات في مجلس الأمن لخلق الذرائع وتبرير أي عدوان عسكري على سوريا. يبدو السيد الرئيس أن مخرجي هذا المشهد الإرهابي قد أغفلوا الدقة في نسج أكاذيبهم، إذ نلاحظ في كل فصل مسرحي حول الاستخدام المزعوم للمواد الكيميائية من قبل الحكومة السورية نلاحظ أن هذه المواد لا تصيب المسلحين إطلاقاً بل تستهدف فقط الأطفال والنساء. المواد الكيماوية عندها تمييز عنصري ضد النساء والأطفال، بس هي بتحب المسلحين ما بتصيبهم. المواد الكيماوية ما بتصيب المسلحين بس أطفال ونساء، وهذه المواد الكيماوية لا تحتاج إلا إلى غسيل بالماء أمام عدسات الكاميرات بالماء. الماء الطبيعي هو بيشفي كل شيء، ولا يحتاج المسعفون فيها إلى ارتداء أقنعة واقية. وأن الجيش العربي السوري لا يستخدم هذه المواد التي لا يمتلكها أصلاً، لأن الأمريكان هن اللي دمروها على متن السفينة راي في البحر الأبيض المتوسط. أن الجيش العربي السوري لا يستخدم هذه المواد التي لا يمتلكها أصلاً إلا عندما يكون في حالة تقدم وانتصار. عجيبة القصة. السيد الرئيس، في مواجهة هذه الحملة الشعواء التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المصداقية والتي استندت على معلومات مفبركة تداولتها على وسائل التواصل الاجتماعي عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة ومشغليها، أعلن من على هذا المنبر
أن الحكومة السورية على استعداد كامل لتسهيل وصول بعثة لتقصي الحقائق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الحادث المزعوم في دوما في أسرع وقت ممكن للتحقق من هذه الادعاءات. كما نؤيد الطلب الروسي بعقد جلسة للاستماع إلى إحاطة حول زيارة بعثة تقييم الوضع إلى مدينة الرقة. قلت أننا نرحب بالزيارة في أسرع وقت ممكن، وأرجو أن لا يلقى عرضنا هذا نفس المصير الذي كان قد تلقاه عرضنا الأول الذي كنا قد قدمناه إلى الأمين العام السابق بان كي مون بعد حادث استخدام المواد الكيماوية في بلدة خان العسل في العام 2013 آذار مارس 2013. طلبنا آنذاك من السيد الأمين العام إرسال أن يساعدنا، أن يساعد الحكومة السورية على التحقيق فيما جرى في خان العسل فورا. استغرق الأمر 4 شهور و11 يوما لإرسال الدكتور سيلستروم كما تتذكرون، 4 أشهر و11 يوما. هيك كان ترجمة كلمة فورا بالسرعة الممكنة بأقصى سرعة ممكنة، 4 شهور و11 يوما. ويوم وصل الدكتور سيلستروم إلى دمشق للتحقيق فيما جرى في خان العسل تم الإعاز للإرهابيين في الغوطة باستخدام الكيماوي مجددا، فتغيرت ولاية أو اتجاه الدكتور سيلستروم من خان العسل إلى الغوطة. ولعلمكم أيها السادة، حتى الآن منذ شهر آذار مارس 2013 لم يتم التحقيق فيما جرى في خان العسل. سيد الرئيس، إننا اليوم نوجه اتهاما مباشرا إلى واشنطن وباريس ولندن والرياض والدوحة وأنقرة بتزويد داعش وجبهة النصرة وجيش الإسلام وفيلق الرحمن وعشرات المجموعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بهم بالمواد الكيميائية السامة لاستخدامها ضد المدنيين السوريين، ونتهمهم بارتكاب هذه المجازر وفبركة الأدلة لتوجيه الاتهام الباطل للحكومة السورية باستخدام المواد الكيميائية السامة من أجل تهيئة الأجواء للعدوان على بلادي على غرار ما فعلته الولايات المتحدة وبريطانيا من جريمة عدوانية موصوفة بحق العراق في العام 2003. نعم، نقول للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أننا في سوريا والعراق قضينا على السواد الأعظم من آفة داعش خلال 3 سنوات وليس 30 سنة كما قال الرئيس أوباما. خلال 3 سنوات وليس 30 سنة كما كانت هذه الدول تخطط له لتبرير تقويضها لاستقرار المنطقة. نعم، نقول للسعودية اليوم أننا قضينا على ذراعها الإرهابي في الغوطة الشرقية وأعني عصابات جيش الإسلام. نعم، نقول لقطر وتركيا أننا قضينا على ذراعهما الإرهابية في الغوطة الشرقية وأعني بذلك عصابات جبهة النصرة وفيلق الرحمن. وأقول لكل من صدر لنا معارضة مسلحة معتدلة معدلة وراثياً أننا قد قضينا على صادراتهم المسمومة تلك، وندعو أولئك المصدرين إلى تحمل تبعات عودة بعض من نجا منهم إلى مواطنهم الأصلية. وبالمحصلة الموضوع بسيط، ما زال هناك على حدودنا المشتركة مع تركيا وفي منطقة الفصل في جولان مع إسرائيل ما زال هناك عشرات الآلاف من الإرهابيين الجيدين المعتدلين أوادم مع أسلحتهم الخفيفة ولحاهم الطويلة وراياتهم السوداء وخوذهم البيضاء، فعلى من يرغب بتبنيهم تقديم طلب بهذا الشأن لمشغليهم. جاهزين الجماعة يروحوا لاجئين إلى أوروبا وإلى الغرب. ختاماً سيد الرئيس، إن الجمهورية العربية السورية إذ تكرر تأكيدها أنه لا توجد لديها إطلاقاً أي أسلحة كيميائية من أي نوع كان بما في ذلك غاز الكلور السام، فإنها تجدد إدانتها لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وفي أي زمان وتحت أي ظروف كانت، كما تعيد بلادي سوريا
تأكيدها على تعاونها غير المحدود مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنفيذ التزاماتها التي تنص عليها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ومنع تكديسها واستخدامها. لقد أعلن المركز الروسي للمصالحة سيد الرئيس في سوريا اليوم أن تحقيقات أجراها الخبراء العسكريون الروس في مدينة دوما قد أثبتت غياب أي آثار لاستخدام سلاح كيميائي هناك، وقد تبين في فحوصات المرضى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات المدينة، مستشفيات مدينة دوما والتي قام بها أطباء عسكريون روس، عدم وجود أي أثر لتعرضهم لمادة سامة. يعني كل شيء عم نشوفه هو عبارة عن سينما هوليوودية. شكرا سيد الرئيس. أشكر ممثل الجمهورية العربية السورية على بيانه. ما من أسماء على القائمة. أدعو الآن أعضاء المجلس إلى مشاورات غير رسمية لمواصلة النقاش حول هذا الأمر. رفعت الجرائد.